التخيير عليكم لو عايزين تسجلوا مفيش مشاكل طبعا. النهارده اول مره ناخد كلينيكال سكيلز. محاضرات الكلينيكال سكيلز المفروض انها بتدينا فكره عن الكلينيكال تولز اللي المفروض نعرفها ونعملها اثناء البيدياتريك اكزامينيشن. طبعا الاكزامينيشن كبير قوي، بيبتدي بجنرال اكزامينيشن وبعد كده اعمل لوكال اكزامينيشن على المنطقه اللي انا كونسرند بيها اكتر حسب كل حاله جايه بايه. النهارده كلامي مينلي عن الابدومينال اكزامينيشن. ليه بنعمل ابدومينال اكزامينيشن في الاطفال؟ اكتر ثلاث اسباب، يا اما روتين الطفل جاي يعمل تشيك اب في البطن، ده جزء منه لازم ابص عليها، او حد جاي باكيوت ابدومين، او الكومبلين بتاعنا حاجه كرونيك او ريكيرنت سواء كان بين او ديستنشن او اي حاجه بتتكرر كتير. اوكي، كل حاجه في الدنيا ليها اتيكيت. اي اكزامينيشن قبل ما ابتدي اعمل I have to wash my hands, introduce myself to the parents and the child, explain what I'm going to do, and I will ask him, لو هو كبير شوية تسمح لي أكشف عليك. الأطفال الصغيرين غير الكبار خالص، سهل قوي إن حضرتك تقابل واحد في العيادة راجل كبير بعد إذنك أنا هفحص بطنك، اتفضل، هو فاهم أنت بتعمل إيه. طفل صغير بالذات السنين الأولى من العمر، أنت أول ما تقرب منه هيبتدي في بكاء مش هتعرف تسكته. فمن البداية كده قبل ما ندخل في المرحلة دي، وطب يا ماما معلش شيلي شوية، حاولي تسكتي، طب اخرجي بيه بره، طب استني شوية، من البداية حاول ما تخسروش، إنك ما تقربش منه بطريقة مفاجأة، حاول تضحك في وشه الأول. دايماً مامته موجودة قريبة جداً أثناء الكشف. لو هو كبير شوية فهمه إن أنت بتكشف عشان تعرف إيه سبب المشكلة اللي هو جاي بيها عشان تساعده. أوكي؟ طيب، in general الإكزامينيشن بتاعنا في أي حالة من الحالات اللي في الدنيا بيعتمد على كم نقطة كده في غاية الأهمية. أول حاجة أبص على العيان من قبل ما ألمسه، من قبل ما يتكلم معاه، أعرف هو critically ill ولا هو كويس. في محاضرة هيقولها لكم الدكتور حسين عن الـ critically ill child، هيتكلم في السطر ده in details، عشان كده أنا مش هحكي عنه كتير، لكن أنا ممكن من الـ appearance والـ conscious بتاع الطفل أعرف هو critically ill ولا لا، ده طفل قال وجاي حاجة مش شكلها emergency يعني. تاني نقطة مهمة جدا، إني أفايتل العيان، أعمل vital signs اللي هم respiratory rate, heart rate, temperature, blood pressure، دول essential برضو أنا مش هناقشهم معاكم النهاردة. تالت نقطة، ودي شغل الأسبوع كله بس مش شغل المحاضرة دي، إن أنا أخد الأنثروبوميتريك ميجرز بتاعت العيان. الأطفال لو حد سألك إيه أهم حاجة، أهم حاجة تعملها للطفل كل مرة تشوفه، الأنثروبوميتريك ميجرز، الوزن والطول، ولو هو في أول سنتين، والسكال سيركمفرنس. دول بيقولوا لنا معلومات كتيرة جدا جدا عن الجنرال هيلث بتاعت الطفل، وهتتعلموا الكلام ده الأسبوع الجاي. أمال إحنا النهاردة إيه المين كونسيرن بتاعنا؟ النقطة الرابعة جنرال إكزامينيشن، والخامسة لوكال سيستميك إكزامينيشن. بعد ما ببص على العيان كله وأعمله جنرال إكزامينيشن، بشوف بقى هو الكومبلين بتاعه مينلي أبدومين، فأنا هركز النهاردة على أبدومينال إكزامينيشن. نتخيل إن الطفل اللي جاي لنا النهاردة دوا شكوته مينلي ريليتد للأبدومين. أوكي، فإحنا المين كونسيرن بتاع المحاضرة دي جنرال إكزامينيشن، مش كله ولكن اللي يخص الأبدومينال إكزامينيشن and local abdominal examination. Okay? To start with the general examination, اللي هقوله ده مش كل الكلام عن الجنرال examination، ده اللي يهمنا في الموضوع. خلونا نفكر مع بعض كده، حب حد يرد عليا. قلت للطفل نام على السرير حبيبي، فالولد نام بالطريقة دي. حد عنده كومنت على الطريقة اللي البيبي نايم بيها؟ abnormal decubitus. برافو، ليه؟ تفتكر ليه؟ عشان عنده بين اكيد. برافو عليك. اول حاجه بشوفها، ميرسي، اول حاجه بشوفها البوستشر بتاعه. لو هو مش قادر to lie flat calm comfortable، غالبا هو عنده severe pain. لو هو عامل limitation لحركه رجليه وحركه جسمه، احتمال كبير يكون عنده appendicitis او peritonitis. اوكي، حلو قوي. طيب
ابص على وش الطفل مع وش الطفل لوحده كده انا ما لمستوش، اداني معلومات كتير قوي. هو عنده فيشيال كومبلكشن، حاجه اسمها ديسمورفيك فيتشرز ولا لا؟ دي محاضره هتاخدوها بالتفصيل مع الدكتوره نشوى، بس في علامات في وش الطفل خليني افكر في امراض كروموزومال من الاول كده من غير ما احط ايدي عليه، انا بس بصيت في وشه. طيب ايه رايكم في البيبي ده؟ حد تاني يكلمني غير ال جون؟ برافو. انا بصيت على ايه عرفت انه جوندس؟ الكالر. الكالر ابص على الكالر فين؟ في العين ولا في الجلد؟ السكليرا. الاثنين. برافو اللي قال سكليرا شاطر. بس هنا الولد ده جلده لونه ايه؟ برتقاني. برتقاني، برافو عليك. ده معناه جوندس ايه؟ سفيرة ولا عالية قوي؟ لا سفيرة. عالية قوي، برافو عليك. يبقى انا ابص في العينين على الجوندس، وممكن ابص على البالور، لكن ما تنسوش كمان ان الجوندس هيبان في السكين بعد شوية. في الاول يبان في الميوكس ميمبرينز، وبعد كده يبان في السكين. طيب ايه رأيكو؟ انا هبص على الماوس. تفتكروا الماوس اكزامينيشن ممكن سينوزس، ممكن ديهايدريشن؟ هو هنا مطلع لسان، عايز يوري حضرتك ايه؟ ألسرز، تيرز، مش عارف. انا مش شايفه ألسرز، انا شايفه حاجه ثانيه. لو في حاجه أزن؟ الحاجه البيضه اللي تحت. حاجه هو لسانه غريب اساسا يعني. برافو برافو. طب ده اسمه ايه؟ ترش. اسمه ايه اللسان ده؟ تراينجل انفليمد. الانفلاميشن في اللسان اسمها ايه؟ في التونج اسمها ايه؟ انت متوقع تشوف ايه تاني؟ بلوسايتس. برافو عليكي. بلوسايتس اشهر اسبابها ايه؟ فيتامين ديفيشنسي. اوكي حاجات كتيره بس من ضمنها الفيتامين ديفيشنسي، ودي في الاطفال تهمنا قوي. يعني انا ممكن من بق الطفل بس لما اطلع لسانه وقلت له وريني لسانك بس عرفت شويه معلومات. ادور على ايه تاني في الماوس؟ حد قال ألسر؟ مين قال ألسرز؟ انا قلت بس لو في ألسرز بس انا ما فيش، بس ممكن يبقى سيف. طب ولو في ألسرز يبقى ايه سيف؟ في ألسرز انفكشن. ماشي انفكشن. في صوت تاني بيتكلم فيفر، ممكن يبقى هيربس انفكشن. هيربس. برافو. بس في اللسان ولا في حته تاني؟ اراوند ذا ليبس. ماشي برافو. وجوه هلاقي هيربس ليجنز ولا لا؟ ممكن الاقي كانديدا ثراش مثلا. احنا بنهرب من السؤال لسؤال تاني. طيب يعني بالنسبه للهيربس دكتوره ايمان هتشرحه لكم حلو، بس كويس انكم فكرتوا فيه. في امراض في الجي اي تي ممكن تيجي بالسرز. كرونز مثلا. سلام ديزيز. برافو. طيب بيجي. انا في الماوس شاطرين. الماوس هبص على ألسرز عشان كرونز ديزيز وحاجات كتير. مجرد اكزامبلز جلوسايتس مينلي ايرن وفوليت وفيتامين بي ديفيشنسي. الاطفال اللي عندهم حاجه اسمها جاسترو اسوفجيال ريفلكس، ودول بيبقوا صغيرين شويه، غالبا بيبقوا صغيرين شويه. اللي اسمه الاطفال جيرد. اطفال بيجي لهم جرد يا دكتور برضو؟ الاطفال بيجي لهم جرد. امال مين اللي هيجي له جرد؟ الناس الكبيره كده الوقت حاجه تقيله مش عارف. يا راجل يا راجل ده. طيب ده انت عايز محاضره لوحدك. انت مين؟ انا سيف. سيف هاشم. اهلا يا سيف. انت برضو سيف. انا هقابلك في مره احكي لك الجرد. الريفلكس دواء موجود بصوره نورمال فيسيولوجيك في البيبيهات الصغيرين. يعني اوريدي البيبي بيتولد السفنكتر بتاعه مش شغال كويس، فهو اوريدي عنده ريفلكس. عشان كده الامهات اللي عندهم بيبي لسه صغير تقول لك هو بيقشط كتير. النورمال ان مع الوقت اول محاضره اطفال بقى مش عارف. يلا زي بعض. اول ما يبتدي الطفل يكبر السفنكتر يبتدي يتحسن، الريفلكس ده يبتدي يختفي، استمراره يبتدي يعمل اعراض ويبتدي الطفل يشتكي. فلما يحصل ريجرجوف اسيد احيانا يوصل للماوس يسبب لنا دنتال كيرز عنيفه. الاطفال اللي عندها جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، مش الفيسيولوجيك بروسيس، الكيرز بتاعتهم بتبقى عنيفه. تقدر تعرفهم من بقهم، يعني بطنه وجعاه بطنه وجعاه، وانت تبص في بقه دروسه كلها مسوسه بعنف. فكر في الجرد. اوكي طيب ممكن نبص على نعم ممكن نبص على السنترال ساينوزس.
السنتر ساينوزس في التيب اوف ذا تون. طبعا ممكن، برافو عليك. في الجلد هشوف الالوان بالور وجوندس والحاجات دي كلها، ممكن اشوف راش. في بعض الامراض ليها راش سبيسيفيك ليها، في بعض الامراض بعرفها من الراش. النهارده كلامي اكتر ناحيه الامراض اللي بتيجي mainly abdominal disease او gastrointestinal disease او hepatogastrointestinal disease in particular، يعني ان ضمنها مرض اسمه celiac disease، وده بيعمل راش اسمه dermatitis reform. في امراض زي autoimmune conditions زي autoimmune hepatitis مثلا، لان الطفل بيجي جسمه فيه من جوه dark pigmentations كتيره قوي ملهاش سبب، مش مكان بروح قديمه ولا اي حاجه خالص. لو لقينا شعر كتير في الجسم بنفكر في ايه؟ سوري اندوكراينال، يعني حاجه فيها بتطلع. ايوه اسمها ايه الشعر الكتير؟ اسمه ايه؟ هايبرتريكوز. هايبرتريكوز هيرشتزم. لا هيرشتزم ده لو جه في البنات او كده. لو جه ايه؟ لو جه في الفيميلز بيبقى اسمه هيرشتزم، ولو في الولاد اسمه ايه؟ فيريليزم. لا اطفال عموما عشان كده بيبقى الشعر كتير فعلا مين اللي لو جه في البنات بيبقى شكله غريب، في الاولاد عشان هم مشعرين فممكن ما يبقاش باين قوي، لكن الاثنين اسمه هيرشتزم وبندور عليه في الميد لاين، مختلف عن الديستريبيوشن العادي. وليه امراض معظمها اندوكراينولوجيكال، بس برضو النهارده مش هنتكلم في الحته دي كتير. اوكي احنا كده عملنا ايه في الاكزاميشن يا جماعه؟ اول حاجه عملناها في الاكزاميشن بصينا على الولد اللي كان نايم تاني جسمه عشان بطنه وجعاه، بصينا على بوستشر او الكيبتس، بعد كده بصينا على ايه؟ facial complexion. facial complexion عشان الديسمورفيك فيتشرز. بعد كده الايز البالر والجوندس وكده. برافو. دور على ابص على العينين، وبعدين كده الماوس ابص، وبعد كده كل الجلد ابص عليه عشان في علامات كتيره. بعد كده هبص على الايدين. عندي سؤال بس، انا مش فاهم الدرماتايتس هيرباتي فورمز ده يعني بيفرق ايه عن اي راش؟ مش شكله ليه يعني شكل معين؟ ليه شكل معين. وانت عندك اسبوع اسمه الراش. اوكي. هتشوف في اشكال راش كتيره. دكتور هو بالنسبه بس للبيجمنتيشن اللي موجوده في الاوتو اميون كونديشنز، هي بيبقى ليها لون معين ولا بيجمنتيشن خلاص؟ غامق بجرح كبير ويحصل فيه انفكشن ويبقى قديم، بيبقى شكله ايه؟ غامق شويه اللي جنب، صح؟ بالذات مكان اللي لو شفته طفل عنده تشيكن بوكس وقعد يهرش، لما بيكبر بيبقى عنده نقط بني كده مكان التشيكن بوكس. تمام تمام. دكتور عندي سؤال. أنا مش سامع حضرتك، سامعني كده؟ آه كده أوكي. هو الأصل الهير ديستريبيوشن النورمال في الطفل يكون إيه؟ معلش علي صوتك أنت أحمد. الهير ديستريبيوشن يا دكتور في جسم الطفل بيكون إزاي؟ الهير ديستريبيوشن؟ النورمال. طيب إحنا كنا بنتكلم على الراش، هل خلصنا كلمة الراش خلاص؟ اللي كان بيسأل في الراش ممكن. يس تمام تمام. اوكي بالنسبه للهير ديستريبيوشن، الاطفال عندهم الهير قليل شويه مش باين قوي، غالبا بيبقى لونه فاتح، انت ممكن وانت بتكشف على الطفل ما تبقاش شايف هير اصلا في جسمه، فلما بيكون فيه هيرشوتزم الصوره بتبقى اوض جدا، في شعر في الميد لاين غامق جدا باين قوي. يعني بيبقى في ديستريبيوشن بتاع الهير بتاع الادلت في الطفل، صح كده؟ هو زي الادلت بس هو شعر صغير وخفيف ولونه فاتح ومش باين، لكن الهيرشوتزم زيه زي اللي انت اتعلمته في الادلت، ان اسمه هيرشوتزم. اوكي تمام. الهاند لو انا حاله اقول هو النوز والايرز ما لهاش اي اكزامينيشنز في الجنرال، يعني اشمعنى الاي؟ طبعا انا قلت في الأول إن أنا أقول له الجنرال اللي يخصني في الأمراض بتاعة الهباتو جاسترو انترولوجي. إحنا لو قلنا الجنرال بيشن كله النهاردة مش هنقول اللوكل، إحنا على فكرة لسه في المقدمة بتاعة المحاضرة يا شباب.
تمام. انا هدفي ممكن اخلص السلايد دي وبعدين اقول لك حاجه. تمام. هبص على ايه في ايديه؟ الايدين بصوا على الصوره دي الفل. فيها شكل غريب شويه، سمعنا عنه قبل كده اللي حمراء الريديما. ايه البالمر إريسيما دي؟ في حمار شديد عند الثينر والهايبوثينر إيمينينس وعند الهيد اوف ذا ميتاكاربل، وفي النص ايه؟ بيل. الشكل ده في الايدين ليه معنى؟ ده يخليني افكر قوي في ايه؟ فيفر؟ نو. انا بقول النهارده انا مطلعه لكم من الجنرال اللي يخص ايه يا دكتور؟ نعم. فايرال مش سامع. فايرال انفكشن. لا، هيباتيك ديزيز. ليفر ديزيز. الليفر ديزيز يعمل بالمر إريثيما. طيب ايه اللي مرسوم على الفينجرز دي؟ شفتوا الدكتور وهو بيكشف على الطفل يقول وريني صوابعك، بيبص على ايه في صوابعه؟ خدنا كلابينج قبل كده؟ كلابينج دي لأكسجينيشن لما بيتأثر. مش هتكلم في الباثولوجي، اسبابها هارت او بلمونري. هارت او بلمونري. هارت اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. كرونيك. ايه تاني؟ بلمونري. كرونيك. او ايه تاني؟ اكيوت جاسترينترايتس. في صوت واطي كده بنوته صغن، صوت مش باين. اكيوت جاسترينترايتس برضو. جاسترينترايتس هو ممكن اكيوت كونديشن تعمل كلابينج، اور ذس از ان كرونيك كونديشن. كرونيك ليفر ديزيز يا جماعه، زي ما كرونيك لانج ديزيز تعمل كلابينج، الكرونيك ليفر ديزيز تعمل كلابينج. طب انا بشوف الكلابينج ازاي؟ انا لو بصيت على الصباع في الصوره الطبيعيه نورمال، المفروض ان بين النيل والفينجر في انجل، الانجل دي اباوت 160. اما بيبتدي يحصل كلابينج الانجل دي بتبقى اوبليتريتد، فبيبقى اللاين بين النيل وبقيه الفينجر ستريت. اوكي، طب انا هشوفها ازاي؟ طبعا خليه يحط صباعينه قدام بعض كده اشوف في فتحه ولا لا. جديد قوي قوي، يبقى ليه؟ هوريها لك اهي. لو انا عندي نورمال انجل هقول للولد يحط الاثنين الصباعين قدام بعض، اي صباعين زي بعض، دول التو انديسز اندكس واندكس، هلاقي في انجل في النص مدخله نور بينهم كده، اللي هي الزاويه الصغيره اللي هنا. اول تبقى في كلابينج هتلاقوا الانجل دي بقت ليتريتد، ولو حط صباعين قدام بعض مفيش انجل بينهم. اوكي، يبقى انا بصيت في الايد على بالمر إريثيما وبصيت على كلابينج، هل دي الحاجات الوحيده اللي في الايد؟ لا يا جماعه، انا مطلعه الحاجات اللي هي اوسكيتنج اوف فينجرز. اوكي، ليت كلابينج هتبقى الزاويه بالمقلوب وبيبقى الصباع من فوق عامل زي الدرام ستيك، وده هتاخدوه مع الكلابينج. قبل ما انسى في الجنرال اكزامينيشن بص على اللور اشوف فيها إديمة ولا لا، وبص على النك اشوف فيها لينف نودز، واشوف النيك فينز انجورجد. احنا قلنا الحاجات اللي ممكن تفيدني قبل ما اعمل ابدومينال اكزامينيشن. طب ليه انا قلت الكلام ده؟ عشان ما فيش حد في الدنيا الطفل جايب كومبلين عنده بين، ابدومينال بين او تروما او ديستنشن او واتيفر، اقول له يلا نام هشوف بطنك. لو ما عملتش هيستوري تيكينج الاول كويس قوي، بعد كده جنرال اكزامينيشن كويس قوي، بدور على حاجات معينه اي may miss the diagnosis. اوكي، يبقى النهارده احنا ما حكيناش الجنرال اكزامينيشن كله، احنا قلنا منه اللي هيساعدنا في الجزء اللي احنا هنشرحه دلوقتي. اوكي، اي اسئله في الحته دي؟ اوكي، ابدومينال اكزامينيشن. دكتور معلش، هو ايه الدرامستيك اللي حضرتك قلتي عليه؟ مش معايا صورة ليها، لكن انت عارفة العصاية اللي بنضرب بيها على الطبلة؟ انا عارفة. هي دي ايه الكلابينج؟ يعني الايد بتتحول الى نونزر، الصوابع
ارفع من الجزء النهائي في الديستال فالنكس كده عامل زي الدرامستيك. وده ليت ستيج، دي مش محتاجه اقول له حط صباعين قدام بعض ووريني الويندو، خلاص احنا عدينا المرحله دي خالص. اوكي طيب، هنت تاني قبل ما ابتدي، انا كل ده ما جيتش جنب الطفل. طبعا انتوا ما جيتوش معانا العياده وشفتوا منظر الكشف على طفل عنده 6 شهور ولا سنه ونص ولا سنتين عامل ازاي. اتس نوت ذات ايزي. الطفل في البيت البيبيهات بالذات الوحيده اللي بتغير له هدومه هي ماما، احيانا بابا واحيانا لا. فلما تيجي حضرتك تقول له يلا وريني وتروح شادد هدومه كده هيبتدي يعيط. فاحسن حد يكسبوز الابدومين هو الطفل نفسه لو هو كبير، او ماما او بابا لو هو صغير. ابتدي اعمل ابدومينال اكزامينيشن والطفل في انهي وضع. عاده احنا بنخليه ينام مفروض على ظهره من البدايه، لكن انا ممكن ابتدي اعمل الانسبكشن وهو sitting 45 degree، وبعد ما خلص الانسبكشن اخليه to lay down and continue my examination. لكن عاده بنبتدي وهو فلات على طول. الهدف من ال 45 درجة برضو إن هو ما يتضايقش ويبتدي يزعل بسرعة وهو قاعد، ما بيبقاش متضايق قوي. في بعض الحاجات مختلفة في الأطفال عن الكبار وليها أسباب، من ضمنها شكل البطن. ده بيبي عنده سنة، مامته جاية بتقول بطنه شكلها غريب. يا ترى ايه رايكم، هي البطن دي فيها مشكله؟ يعني هي ده ويك ابدومينال ماسلز بتاعي. اوكي هاو كان اي ديسكرايب هيز ابدومين؟ ستاندد برافو. طيب بلوت شويه، بلوت. شكرا ماشي. انا حد يقدر يقول لي تو جاس يعني قد ايه ممكن يكون ده باثولوجيك وقد ايه ممكن يكون ده مش باثولوجيك؟ هل هتقول لها روحي اطمني ده كويس خالص ما فيش مشكله، ولا لا. البطن دي ما ينفعش اقول له كويسه؟ انا دكتور بحس ان كل الاطفال بشوفهم بيبقوا كده. مين بيتكلم؟ انا فعلا معظم الاطفال تحس كده ان هم عندهم انتفاخ. انت محمد جابر؟ لا دكتور، هو سيف قال كده الاول بس انا كنت ايه، كنت عايز اقول كده. انتوا الاثنين شاطرين، الولد ده نورمال. ليه بقى نورمال؟ عشان الاطفال الصغيرين عندهم ده لحد سن 3 سنين كده تقريبا البطن الطبيعي بتاعها الناس بروتيوبرنت او بروميننت او بروترودد، بس بشرط وهو واقف بس مش وهو نايم، لانه في الابرايت بوستشر عنده اكساجيريتد لوردوزس. فعشان في اكساجيريتد لوردوزس والابدومينال ماسلز ما هياش قويه قوي، البطن بتبقى بروميننت. بس الكلام ده في اي وضع يا شباب؟ هو واقف، عشان كده انا جايبه الصوره والولد واقف. بعد شويه هنشوف صوره طفل نايم وبطنه ديستندد. لما الاقيه نايم عمري ما اقول ده نورمال علشان الاكساجيريتد لوردوزس. اتفقنا؟ تمام. طيب لو بصيت على الريسبيراتوري موفمنت، فاكرين خدنا زمان ان هي ابدومينو ثوراثيك يا ثوراكو ابدومينال، صح؟ الاطفال الصغيرين الريسبيريشن بتاعهم ابدومينال لحد سن دخول المدرسه، مينلي ابدومينال. تلاقي بطنه عماله عالي قوي 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 مع كل ريسبيريشن. في حاجه اسمها دايفريكيشن اوف ذا ريكتاي، ليها صوره بعد شويه. وجود سلايد دايفريكيشن في الاطفال الصغيرين از نورمال لو شفت ديستندد فينز، بس مش انجورجد، مش تورشوس، مش زي بتاعه الفاريكوز فين، مجرد انها باينه ملحوظه، ده نورمال برضو. اوكي طيب، يبقى الحاجات دي نورمال في الاطفال، لازم اخد بالي منها عشان ما اشخصش طفل بمرض غلط. طيب ممكن بس الريسبيريشن تاني؟ اتفضل. الريسبيريشن بس، الريسبيريشن بتاعه الاطفال الصغيرين مينلي ابدومينال. يعني لو هو نايم وانت بتبص على الريسبيراتوري موفمنت هتلاقيها مينلي من الابدومن. لما بنوصل سن المدرسه بنبقى شبه الكبار. اوكي شكرا. انا بعمل انسبكشن يعني
نعم الحاجات دي ببص عليها بعمل انسبكشن. يس هو احنا مش عملنا الفايتال ساينز والفايتال ساينز كان فيها ريسبيراتوري ريت وانا بعمل الريسبيراتوري ريت انا بشوف الريت موفمنت بتاعت الريسبيريشن في الشست وول ولا في الابدومن. اوكي على فكره حاجات كتيره من اللي قلناها دي احنا بنعملها حتى واحنا بنكلم العيان قبل ما نبتدي الاكزامينشن. اوكي هندخل بقى على الابدومينال اكزامينشن ده المين كور بتاعنا. لوكال ابدومينال اكزامينشن هي انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكلتيشن اكيد انتوا عارفين الكلام اللطيف ده. طيب اول حاجه هبتدي في الانسبكشن هشوف شويه حاجات كتير بقى واحده واحده كده انتوا هتساعدوني فيها واحب اسمع صوت الشباب اللي هم ميوتد وما دخلوش خالص من الصبح. الديستنشن ليه وصف وليه شكل هوريكم صورتين عشان يبقى الصوره تعرفنا اسهل من الكلام الكتير. اتنين بيبيز اعمارهم قريبه الاثنين عندهم ديستنشن خلوا بالكم هما الاثنين نايمين محدش فيهم واقف فمحدش يقول ده نورمال. هل في فرق بين الديستنشن اللي في الصوره دي عن الديستنشن ده دكتور اللي على اليمين فلانك واللي في النص سنترال؟ برافو مين بيتكلم؟ محمد جابر يا دكتور. هي صراحه حاجه واضحه قوي يعني قوي. لا على فكره بقى في ناس شافوها وما قالوش وما خدوش دكتور فرق. انا مش شايف حاجه الصراحه. اسم الله عليك جدع يا واد شاطر. انا ما بحبش اللي يوافق على حاجه ومش واخد باله. بص على بطن الكلبوس دوا شايف الحته اللي على جنب دي الفلانك فيها حاجه اللي هو اللي على الشمال قصدي حضرتك طفل على الشمال ده يعني هو البوينتر مش باين صح؟ باين. هو ده لحضرتك قصدي حضرتك ان هو في الفلانك بيبقى الديستنشن مدور عامل دايره كامله. برافو دي بالونه دي كوره اهي كوره اللي على اليمين كوره صح؟ ولا لا يا جماعه البوينتر مش باين على الشمال جنابه طبيعيه كده باين. شايفين الفلانك هنا؟ الفلانك دي مليانه. طب هنا فين الفلانكس؟ ما فاضي ده سنترال ديستنشن. طب هو في فرق؟ ده يخليني افكر في حاجه وده يخليني افكر في حاجه. اكيد ايه هو ممكن اسايتس مثلا في اللي هو دي اسايتس دي ولا دي لا اللي على اليمين اسايتس. برافو لان الميه هتملى كل المكان وتعمل لنا البالونه دي. هنا في حاجه في النص هنا حاجه في النص ها بهاري نيا اسايتس دي مهاري. انا ما سمعتش هيرني ما سمعتهاش خالص. ها حاجه ثانيه ممكن تبقى اوبستراكشن. قصدك ان ايه اللي منفوخ؟ انتستاينال. برافو الانتستين هتروح في الجناب ازاي يا جماعه؟ هو هنا في انتستين؟ لا على الشمال. برافو هنا علشان كده هنا الديستنشن في النص. الانتستين مهما حصل فيها ديستنشن لاي سبب عمرها ما هتملالي الفلانكس دي. اتمنى يكون الماوس باين او الارو باين اللي انا بحركه. اوكي تمام. طيب حد يقول لي ايه اللي يعمل ديستنشن كده في الاطفال عموما؟ انتوا قلتوا اسايتس هل في اسباب تانية؟ حد قال انستاينال ديستنشن ليها اسم في الاطفال او ليها اسم عموما لو في جازز كتيره في الانتستين؟ بلوتينج ماشي او فليتس او فلاتيلنس في السن الصغنونه دي اشهر سبب الفلاتيلنس. يعني الطفل ده احنا بنشوفه كل يوم في العياده كل يوم عشرات المرات. ولو بصيتوا على لون جلده ولونه عموما كده ده طفل طبيعي ده طفل كويس جدا هو بس عنده ديستنشن. يعني دي مش حاجه كريتيكالي ده مايلد بروبلم بنقابلها كل يوم في العياده. لكن دي بصوا لون الطفل عموما لونه سيء. طيب في اسباب تاني ادي الاسباب اللي ممكن تعمل والمستيور. نعم والمستيور قصدك تيومرز ويلمز اشمعنى ويلمز بالذات عشان بيجي نيوروبلاستوما ما تعملش بس هو نيوروبلاستوما تيجي سن كبير شويه. لا ما حدش قال هو اشمعنى ويلمز ليه مش نيوروبلاستوما احنا خدناها بس يا دكتور عشان حاجه عشان احنا خدناها. طب ما نقول تيومر يا جماعه هنقول بس بيقولوا لنا في الويلمز تيومر اول حاجه هتبان ممكن تكون بطنه كبيره قوي وناشفه جدا. برافو عليك شاطر بس مش في اورام تانية تعمل نفس الحاجه؟
بس هو ده احنا اللي خدناه بصراحه، ده اللي احنا خدناه ماشي. طيب بصوا على الاسباب اللي مكتوبه هنا يا جماعه. اول حاجه فليتس، غالبا الولد ده عنده فليتس. اسايتس، غالبا الولد ده عنده اسايتس. انا مش عارفه ولد ولا بنت، انا بقول بس. فات، فات يعني ايه؟ حد تخن، وغالبا ده مش هيبقى في السن ده، هيبقى اكبر شويه. تخن بسرعه فبقى عنده الابدومين فيها فات كتير. فيسز، حد عمره شاف بطن ديستندد عشان فيها فيسز؟ اوبستراكشن. برافو، اوبستراكشن. او ايه تاني؟ ميجا كولون. برافو، اسمها ايه؟ توكسيك. توكسيك ايه اسمي الماني كده دكتور، مش فاكر الصراحه. الله عليك. هيرشل برا. ايوه هو ده، مش عارف. الله عليك، شاطر. طيب فيش حاجه اسهل من كده شويه؟ اسمه ايه دكتور؟ طفل بقى له اسبوع ما عملش ديفيكيشن، مش هيبقى عنده فيسز؟ حتى لو هو مش هيرشز براند، عنده كونستيبيشن بس ممكن يجي فيسز. طب ايه فيتس دي؟ وفي طفل هيجي حامل؟ ده ممكن بقى انترا يوتراين بلع اخوه ولا ايه البلع اخوه دي اسمها تخريف صايم، دي دي مش هنعلق عليها خالص. هو احنا سن الاطفال لحد كام يا شباب؟ برضه انتوا ما شفتوش لغايه 18 سنه. لغايه 18 سنه، برافو عليك. وهي في مصر بلدنا مش في بنات 16 و17 و18 بيجوزوهم؟ ايوه صح. ولما تروح تكشف في المستشفى هيدخلوها عياده ايه؟ اطفال. ولا انسى في يوم ان جات لي واحده بتولد في الاستقبال واهلها لا يعلموا انها حامل. عشان كده انا ما اقدرش اشيل الكلمه دي واقول لا ما كبيره عليك واحنا نشيلها ونكتفي بالباقيين. لا، لو جالك ادوليسنت جيرل وعندها البيريد بتيجي بقالها سنين، شي ماي بي بريجننت، وهي ما تعرفش وجايه تشتكي من ابدومينال بين وفوميتنج اند شي از بريجننت، وده يعني انا شفته في حياتي اكتر من مره. طيب اورجانوماجالي، واي ماسز موجوده، اورجانوماجالي ليفر سبلين، هنقول الكلام ده بعد شويه، او ماس او اي حاجه او تيومرز، كل ده ممكن يعمل ديستنشن. او هايبوتونيا، حاجات اللي فيها نيورولوجيكال افكشن عنيفه وفي هايبوتونيا شديده، دايما البطن بتبقى ديستند. اوكي اول نعم. هو هاي قلتي ايه اسم العالم الالماني بتاع ميجا كولون؟ المرض اللي بيعمل ميجا كولون بيعمل كرونيك كونستيبيشن في الاطفال اسمه هيرشز برانج ديزيز. اوكي تمام. الفيتس دي الايه؟ الفيتس مالها؟ لو جالك اي بنت، لو جالك ادوليسنت جيرل 16 17 18 والبيريود بتاعتها بتيجي من قبل كده وهي في التشايلد بيرينج بيريود وجايه بتشتكي من حاجه دونت ميس انها ممكن تكون بريجننت. يا دكتور انا في عاده الاطفال ممكن اخد منستري عادي صح؟ طبعا ده احنا هنتكلم عن البيوبرتي الاسبوع الجاي ونعرف بنسال على ايه وامتى وازاي كل حاجه بتحصل. لكن هي لما تيجي تدخل عياده الاطفال عشان هي سنها 16 هيدخلوها عياده الاطفال ومعاها مامتها، فانت مش هيجي في ذهنك ان الست دي متجوزه وجوزها واقف بره، فما تخلوا بالكم ما تتخدعوش. اوكي وسن سن كان بيجي الاطفال برضه مش فاهم؟ نعم لحد سنة كام بيجي الأطفال؟ إيه اللي بيجي الأطفال حبيبي؟ الطفل لغاية سنة كام بيجي لعيادة الأطفال؟ سن الأطفال في الكتب لحد 18 سنة وفي كتب لحد 21. المستشفيات غالباً بتدخل لحد 16، في مستشفيات لحد 18 وفي لحد 16. وأنا شفت 16 وحامل. أوكي؟ الأول سببين اللي هما الصورتين اللي قدامنا، في تيست بسيط جدا من غير أشعاعات اسمه سيمبل بيركشن يخليني أفرق بينهم. أوكي هشفت وعايزة حد تاني يرد علي. الصورة دي اسمها إيه؟ الحاجة اللي باينة في الجلد دي اسمها إيه؟ مش دي استرايا؟ استرايا دي بتحصل إمتى؟ حمل البريجنانسي أو لو في فات كتير. مكتوب على الصورة، مكتوب على الصورة ستريتش الاوبيزيتي. طب هي الاوبيزيتي دي دايما تيجي عشان واحد بياكل كتير ولا ممكن تكون في امراض بتعمل كده والاستراي بتاعتها تبقى عنيفه؟ في الاسايتس. نعم في الاسايتس. شكل الديستنشن في الاسايتس
الاسترايه ما بتبقاش ملونه كده. دكتور مش هي اي حاجه ابدومينال بريشر؟ نعم مش اي حاجه تزود انترا ابدومينال بريشر ممكن تعمل استرايه؟ اكيوت ولا كرونيك؟ لا كرونيك. ايه بقى الكرونيك اللي يزود انترا ابدومينال بريشر؟ تيومرز مثلا، اسايتس برد. طيب اقول لكم انا عشان ما صعبهاش عليكم، في مرض اسمه كوشينج ديزيز او كوشينج سيندروم. بصوا على الاسترايه في بطن البنت دي شكلها ايه؟ بيربل. مش الاسترايه بتاعت الاوبيزيتي اللي سوري، هنا الاسترايه يعني ريدش شويه. بتاعت البريجننسي بتاخد الوان ومختلفه، ومش دي اللي كان قصدي عليها. هنا لو تلاحظوا في البنت دي هي فيها فايندينجز كتير ومون فيس وحاجات كتيره، بس انا هنا قصدي بص بيربل استرايه دي، دي بتاعت كوشينج سيندروم. والاسبوع الجاي هنجيب سيرته تاني. دكتور هنا 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 الديستنشن فلانك صح؟ برافو عليك عشان في اسايتس. دكتور دكتور وينفع برضو مارفن سيندروم؟ مارفن في استرايه؟ اعرف ان في ستريتش ماركس. فين؟ في الابدومن. طيب نريفايز الحته دي. طب دكتور دور عليها وريني صورتها المره الجايه. خلاص اوكي. ايه دكتور البيربل استراي بتحصل بس في الكوشينج سيندروم الاطفال؟ هو متميز باللون بتاع الاستراي بتاعته، غير بتاعه البريجننسي وغير بتاعه الاوبيزيتي. شايفين الايه لونها بيربل بتاعه الكوشينج لونها بيربل. سبايدر نيفاي تقريبا. برافو سبايدر نيفاي، برافو عليك. ودي نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال موجوده في ليفر ديزيز. ولو واحده بس مفيش غيرها ده عادي بقى نعتبرها. برافو عليك. يعني هي ممكن تكون نورمال فايندينج وبيشيلوها بتوع التجميل لو هي واحده، لكن لو انا الطفل جاي لي بشكوى كومبلين شكلها هيباتيك وعندي فايند وعندي كلابينج وعندي 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 كام واحده من دول، مش هقول ايه؟ مش هقول دي نورمال. طب ايه سببها؟ ده في سنترال بلاد فيسل كده بقى دايليتد، وفي سمول كابيلاريز برانشينج اوت منه رايحه في ديفرنت دايركشنز، زي ما يكون عنكبوت يعني. قريبه قوي من السكين سيرفيس، ما هياش عاليه، يا تحصل واحده يا اما مجموعات بتروح في اي تيجي في اي حته في الجسم حتى لو في الوش، مش بتوجع بس بتخلي ملمس الجلد يبقى مش ناعم قوي. اوكي طيب دي صوره ايه؟ اللي بيحب القرايه كابوت ميدوزا. اول ما اقول كابوت ميدوزا افتكر ايه في الطب؟ هيباتيك بورتال هايبرتنشن. برافو. معلش مين اللي بيتكلم؟ سيف اشرف اجمل. برضه سيف، ماشي يا سيف، مفيش غيرك بيتكلم. كابوت ميدوزا دي اسطوره، ايه علاقتنا بيها؟ في مرض اسمه بورتال هايبرتنشن بيعمل بلاد فيسلز على الابدومن بالمنظر ده. ففي واحد بيحب القرايه كان عارف قصه الكابوت ميدوزا دي الاسطوره، فقال اه دي شكلها كابوت ميدوزا، محدش يقول لي هم مش شبه بعض عشان مش انا اللي سميتها. ودي احلى صوره، وللاسف في ادلت مش طفل طبعا، ما لقيتش في الاطفال صوره واضحه قوي. فالصوره دي هم شبهوها بدي وسموها كابوت ميدوزا. ايه كابوت ميدوزا دي؟ هنا الفينز الانجورجد دول مش مجرد انهم فيزيبل، لا دول انجورجد. واكيد انتوا شفتوا المناظر دي في الفاريكوز فينز لو خدتوا في المين هيلث. الفينز دي radiating from the umbilicus، والكلمه دي مهمه radiating from the umbilicus. This is a sign of portal hypertension. ايه سببه؟ باختصار كده عشان ما ندخلش في كلام صعب شويه، لما ناخد هيباتولوجي لما نكبر شويه، البورتال تراكت بورتال فين ده فين مهم جدا، ياخد كل النيوترينت اللي الانتستين عملت لها ابزوربشن ويوديها مع الدم للليفر. ده المين سورس اوف بلاد سبلاي للليفر. الليفر ليه بلاد سبلاي تاني، لكن ده المين سبلاي بتاعه. لما بتحصل اي امراض تخلي البورتال بريشر يزيد جدا، تدفق الدم في الاتجاه ده ناحيه الليفر بيبقى ديستورب. تخيلوا معانا كده احنا ماشيين في صلاح سالم، في اوبستراكشن كبيره، النفق غرقان ميه، حصل انهيار في السور، في حادثه كبيره جدا قفله الطريق. ايه اللي هيحصل؟ العربيات كلها هتقف ترابد، مش عارفه تتحرك. طب واللي ورا هيعمل ايه يا جماعه؟ هيحاول يعمل ايه؟ هياخد طريق تاني، هيدور على طريق تاني يفتح اللتر. حتى لو الطريق التاني ده طريق غير مأهول يعني شارع جانبي ضيق، هيمشي عكس الطريق، صح ولا غلط اللي انا بقوله؟
تمام. ده اللي بيحصل لما بيحصل بورتال هايبرتنشن عنيف. اوسوفاجيال باريسيز. نعم هيحصل اوسوفاجيال باريسيز. انا بحكي الحكايه كلها. هيحصل ان الدم اللي مش عارف يعدي من الطريق دوت يرجع لورا ويدور على طرق فرعيه يمشي فيها. اصله هيروح فين وفي دم تاني عمال يجي. من ضمن الطرق الفرعيه اللي بيعدي فيها كان في زمان والفيتس لسه في بطن ماما قبل ما يتولد كان في حاجه اسمها برا امبلايكال فين. دي كانت مهمه قوي بتوصل له الدم من ماما عن طريق الامبلايكال كورد. بعد ما بيقع الامبلايكال كورد والطفل بيتولد الفيسلز دي بتبقى اوبليتريتد وبتقفل. لما بيحصل بورتال هايبرتنشن بيحصل ريكانالايزيشن للمجموعه دي اللي موجوده في الابدومينال وول اللي المفروض انها قفلت اللي المفروض انها مش شغاله ومفيش كان دم ماشي فيها ويحصل باك فلو للبلد. بدل ما يمشي لقدام يعدي في البورتال فين بيمشي لورا ويعمل لنا المنظر ده اللي اسمه بورتال كابوت ميدوزا. كمان اللي الدكتور قاله من شويه ممكن كان في كوميونيكيشن بين البورتال وبين فيسلز عند الجاستريك فيعملوا لي اوسوفاجيال فاريسز. كان في تحت كوميونيكيشنز ما كانتش شغاله كويس بين البورتال وبين الميزنتريك او البلاد فيسلز عند اللور جي اي تي وده بيعمل بايلز. يبقى دول بنسميهم بورتو سيستميك شنت. يعني حصل كوميونيكيشن يا اما ما كانتش موجوده يا اما كانت مقفوله بين البورتال سيركيوليشن اللي هي اصلا كانت خاصه بالليفر بس وبين السيستميك سيركيوليشن. مش هندخل في الحته دي قوي هنذاكرها مع الهيباتولوجي بس الشكل دوت اسمه كابوت ميدوزا. البلاد فلو يهمني في الكلينيكال اكمل الكلمه دي لما اكون بكشف على عيان وشفت الانجورجد فيسلز دي. انا عندي امراض تانية تعمل انجورجد بلاد فيسلز على الابدومينال وول زي الفينا كافا اوبستراكشن. عارفين السوبيرور فينا كافا والانفيرور فينا كافا. لو واحد فيهم حصل له اوبستراكشن هيحصل صوره شبه دي على الابدومينال وول. ايه اللي يفرق الكابوت ميدوزا بتاعه البورتال هايبرتنشن عن الاثنين التانيين؟ اتجاه البلاد فلو. طب وانا هعرفه ازاي؟ بايدي بروح عند الامبلايكس واشوف بلاد فيسل عنيف كده زي اللي كان مرسوم هنا وافضيه بايدي لحد فوق. اشيل ايدي الاقيه ملا تاني اشوفه بيملى منين لفين. لما الاقي كل البلاد فيسلز حوالين الامبلايكس بتملى بالطريقه دي من السنترال للبريفري دي بورتال هايبرتنشن. لو كلها بتملى في الاتجاه لفوق ده سوبيرور فينا كافال اوبستراكشن. كلها بتملى في الاتجاه لتحت ده انفيرور فينا كافال اوبستراكشن. الحته دي مش عليكم تفاصيلها عليكم بس تعرفوا البلاد فلو في حالات البورتال هايبرتنشن في الكابوت ميدوزا بيمشي من الامبلايكس تو ذا بريفري. اسئله دكتور؟ انا ما فهمتش ازاي لو من فوق او لتحت تبقى سوبير او انفير بلا كابوت دي. اوكي احنا بنتكلم على الكابوت ميدوزا بورتال هايبرتنشن. المتوقع ان الدم بيملى من جوه لبره ففوق الامبلايكس هيبقى ماشي فين؟ upward وتحت الامبلايكس هيبقى ماشي downward صح؟ الحالات التانية هيبقى الاتجاه واحد فوق وتحت يا اما من فوق لتحت يا اما من تحت لفوق. يعني هي في الكابوت ميدوزا بتبقى الاثنين فوق وتحت بس لو برافو عليك شايف الرسمه اللي بالاروز الصفرة دي؟ ده بتاعت الكابوت ميدوزا. تمام. طب لو انفير بقى بين الكابا obstruction يا كله لفوق يا كله لتحت. حاجه صغيره جدا فرق بسيط قوي على فكره. الفرق كله هنا يا جماعه في الحته دي. دي التركه اللي تخليك تعرف الشكل ده بتاع كابوت ميدوزا بورتال هايبرتنشن ولا فينا كافال اوبستراكشن. اوكي تمام. طيب انا لسه في الانسبكشن. دي اسمها ايه؟ امبليكال هيرني. هرنيا برافو عليكم. طب في شكل تاني بيبقى شبه الهرنيا برضو؟ هرنيشن اهو. فاكرين لما قلنا ان البيبي ممكن يكون عنده مايلد دايفيريكيشن اوف ذا ريكتاي. هنا عندنا اتنين ريكتوس ماسلز وبينهم الدنيا ضعيفه شويه ففي شويه دايفيريكيشن. ده بيبي لسه مولود في الشهر الاولاني نيونيت. ده ممكن بعد شويه يبقى كويس جدا وما يكونش عنده مشكله.
فالهرنيا من الحاجات اللي ببص عليها الاول بالانسبكشن. ايه تاني وانا بعمل انسبكشن؟ هشوف فيه بروزنج ولا لا. البلود ديزيز والليفر ديزيز ممكن يعملوا بروزس من غير تروما. هبص على سكارز، هو عامل عمليات قبل كده ولا لا. واول ما الاقي سكار يا جماعه لازم اوصفه، واوصف مكانه ومقاسه وشكله، وهل شكله فيه انفكشن ولا لا. الستوما يعني اي فتحات. الطفل اللي داخل لي وانا بفحصه مركب درين، مركب تيوب، عنده اي في لاين، عنده سنترال فينس لاين، وانا بعمل الاكزامينيشن لازم اكومنت ان في كذا. لو شفت ماسز، ودي مش بتبان مع الديستنشن اليونيفورم اللي احنا شفناه، غالبا الماس بتعمل ديستنشن لوكالايزد، يعني ناحيه من البطن هي اللي عاليه، مش كل البطن منفوخه زي صوره الفلاتولنس او صوره الاسايتس. كده خلصنا الانسبكشن. حد فاكر قلنا فيه ايه؟ احنا المفروض قلنا 6 حاجات. الديستنشن والستريا والنيفاي والكابوت ميدوزا والهرنيا والأدرز بقى اللي هو البروزنج والسكارز والسكارز والستوما والدرينز وال... شكرا مرسي يا محمد. طيب عايزه ابتدي اعمل بالبيشن، انا ما حطيتش ايدي على الولد خالص. ايديا لازم تبقى دكتور وور. عيني ممكن السيرز والستوما دي تاني؟ الستوما حاضر. والسيرز الستوما الايه؟ سكارز هما سكارز. اوكي خلاص انا شايفاها قدين. اوكي خلاص اغير لكم الخط ده لو مش باين كويس، معلش. لا هي باين بس انا اوكي عليهم اكمل. اوكي ايديا وور لازم البيرنتس بالذات ماما هي تبقى جنبي جدا عشان الولد يطمن ما يخافش. مفيش مشكله اني اقول له انا هشوف بطنك علشان اعرف ايه سبب البين اللي بيجي لك. الجزء ده مهم. لازم وضع الاكزامينيشن بتاع الابدومينال اكزامينيشن بالذات البالبيشن. The child should be lying down entirely flat, no pillows. لو السرير راسه عاليه اوطيها. Hips are slightly flexed. ليه؟ عشان اعمل relaxation of the abdominal wall muscles عشان اقدر افحص البطن كويس. تمام؟ بلاش ندوس، بلاش نضغط جامد، ده بيخلي الطفل يعمل guarding ومش هتعرف تحس حاجة كويس. خليك gentle during your examination. طب دكتور احنا في الاول قلنا في angle 45. لو انا عايزة اعمل inspection حلو قوي، ممكن اقعد الطفل 45 درجة اثناء الانسبكشن. هو اول ما بينام بيبتدي ياخد وضع العياط. ففي ناس بتقعده عشان تعمل الانسبكشن، ده ايديال. غالبا احنا بننيمه ونعمل الانسبكشن والبالبيشن والبركشن والاوسكلتيشن مع بعض. ولما بتكتسبوا خبرة مع الوقت الموضوع ده ما بياخدش دقايق. وانت بتكشف على العيان، كلمة دي هقولها كتير جدا جدا جدا، عينك مش على البطن، عينك على الشايلد فيس، علشان اي تندرنس تعرفها. ايه الفرق بين البين والتندرنس يا شباب؟ الواحد تندرنس لما بعمل بريشر عليها. طيب يعني انا ممكن اقول لك الحته دي بتوجعني جدا 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 وانا كدابه؟ ممكن، وممكن يكون كانت بتوجعني امبارح والنهارده مش بتوجعني، ده مغص بيجي ويروح. هو التندرنس انت هتعرف ازاي، انت هتعرف ازاي ان فيها. انا مش سامعه ناس. يعني اقصد التندرنس هو مش هيقول لي انا هضغط عليها واحس الفيشل اكسبريشنز بتاعته. برافو عليك. يبقى لازم ابص فين؟ ابص فين وانا بكشف؟ اول ما ابتديت البالبيشن والبركشن انا هحط ايدي عيني على الشايلد فيس. اثناء الكلينيكال اكزامينيشن الدكتور اللي مش بيعمل كده بيسقط. الدكتور اللي باصص على ايده بيحطها فين ومش باصص على وش العيان وهو بيفحصه بيسقط. ماشي. انا مش قصدي اتكلم في النجاح والسقوط، قصدي ان دي حاجه كروشيال. بالبيشن الدكتور باصص مركز مع الطفل اهو، وهنبتدي نعمل حاجتين: superficial palpation and deep palpation. كل واحد فيهم ليه هدف، بدور على حاجه وليه طريقه. طيب بستخدم ايه في البالبيشن؟ يا اما البالم يا اما
الفينجرز. خلوا بالكم في الكبار البطن كبيرة، فأنا أقدر أعمل إكزامينيشن بإيدي عادي، لكن لما يجي لي بيبي عمره 3 أيام أنا إيدي قد بطنه، فممكن أحتاج أعمل بالفينجرز علشان أوصل لكل حتة في البطن. إيه الهدف من السوبرفيشيال بالبيشن؟ أنا على الأبدومينال ماسلز من فوق، أنا برا خالص، مش بدوس لجوه خالص، مفيش أي بريش خالص، عشان لو في سوبرفيشيال تندرنس، لو الطفل عامل جاردينج عشان عنده بين، لو في سوبرفيشيال ماسز محسوسة زي أبسز زي سيست زي أي حاجة. طب افرض احنا قلنا ممكن الكومبلين يبقى حاجة كرونيك أو أكيوت بين أو روتين إكزامينيشن. طب لو البين هو من البداية بيقول أو مامته بتقول الحتة دي بتوجعه، أما أجي أبتدي إكزامينيشن أبتدي من الناحية التانية خالص، ما بتديش من الحتة اللي بتوجعه، وهم قالوا لي إنه جاي عشان بطنه توجعه، مش كل ما أحط إيدي أقوله هنا بيوجعك هنا بيوجعك هنا. لا، أنا هبص فين يا شباب؟ دكتور عشان دي سؤال، هو دلوقتي لو هو جاي لي مش بطنه مش بتوجعه يعني، أو هو روتين أو كده، المفروض أبتدي منين يعني؟ هقول لك حالا، عارف لو تصبر هيروح لوحده خالص. طيب اوكي، انا لسه في اللايت بالبيشن، بستخدم لايت بريشر، لايت البنات يفهموني، لايت الولاد يعني لايت اكتر ما انتم تتخيلوا يا جماعه. انا عندي 9 ابدومينال ريجنز اهي اللي كان بيسال. احنا بنقسم البطن الى 9 ريجنز عشان تسهيل الديمونستريشن، وعلشان احنا عارفين في الاناتومي كل منطقة في دول ايه اللي موجود وراها، فموست بروبلي لما الاقي حاجة هنا ابقى اكسبكتنج اورجان معين هو اللي فيه مشكلة. اوكي، عندنا فوق رايت هايبوكوندريا وليفت هايبوكوندريا، وفي النص ايبيجاستريك، في النص رايت لامبر ليفت لامبر، وفي النص امبلايكال، تحت رايت انجوينال او ايليك وليفت انجوينال او ايلياك، وسوبرا بيوبيك اللي فوق البيوبيك بول. للتسهيل في ناس بيقسموها 4 كوادرنت، رايت ابر ليفت ابر رايت لور ليفت لور، هعمل دي ولا دي الاسهل، مفيش مشكله. طيب انا خلصت السوبرفيشال بالبيشن، عايزه اعمل ديب بالبيشن، انا هزود البريشر اللي انا بعمل بيه اكزامينيشن بايدي شويه مش قوي، انا لو دوست قوي هيحصل جاردنج في الماسلز مش هعرف احس حاجه. هعيد الاكزامينيشن في الناين ابدومينال ريجنز بس ببريشر اكتر شويه. طب انا بدور على ايه بقى لما بعمل ديب بالبيشن؟ برضو انا بص على الفيس اوف ذا تشايلد، بدور على 3 حاجات. تندرنس، طيب هو التندرنس ده يا جماعه يجي في حاجه اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. طيب مين اللي رد عليا؟ احمد عبد الفتاح. رأفت؟ احمد عبد الفتاح. احمد قول لي يا احمد، لو التندرنس هنا في المكان اللي فيه الارو الازرق ممكن يكون ايه او ايه او ايه؟ رايت هايبوكوندريا، ممكن حاجه في الليفر مثلا او بلادر. برافو، جود بلادر، برافو عليك. ايه ممكن؟ كوليسيستايتس. كوليسيستايتس ما هي جول بلادر، برافو عليك. طب لو البين هنا رايت ايليك؟ ابندسايتس. ابندسايتس. طب ولو جنرالايزد بيريتونايتس؟ برافو عليك. يبقى مجرد ان انا حددت قدرت اعمل لوكاليزيشن للتندرنس فين، انا ممكن اتوقع المرض اللي الطفل جاي بيه. طيب طب لو حسيت جاردنج، انا كل ما مدي ايدي يزق ايدي، بطنه ناشفه تماما، وكل ما اجي احط ايدي شيل ايدي، لو جه كح ما يقدرش ويمسك بطني. قمص ده معناه ان انهي حته في البطن افكتد؟ ده معناه ان جنرالايز حاجه جنرالايز. ايه اللي موجود في كل البطن يا جماعه؟ اهو يبقى هو ده اللي يعمل جاردن. طيب الماسز بقى ممكن تكون حاجه كبيره جدا زي تيومر زي ما انت قلتوا، او تكون فيك الماسز حاجه بسيطه يعني. لما الاقي ماس عموما ايا كانت هي ايه، مطلوب مني مش مطلوب مني لما اكشف اقول دي ويلمز يا جماعه. أنا في الإكزامينيشن ما بقولش دي نيوروبلاستوما ولا دي ويلمز. إحنا لسه في سنة رابعة بنقول في الإكزامينيشن إحنا لقينا ماس وارجع
هبص على الناين ريجنز اللي انا عارفاهم واقول لقيت ماس في الرايت لامبر ريجن، الماس دي تقريبا 7 سنتي ريجولر سيرفيس سوفت او سيستيك انكونسيستنسي واوصفها. ولو انا متوقعه انها حاجه معينه وباينه اقول موست لايكلي انها تكون كذا او موست بروبلي انها تكون كذا، لكن انا لما اشوف ماس مش بيبقى مطلوب مني اقول دي كذا. طيب اخر حاجه بعملها في الجنرال في الديب بالبيشن، ودي الاهم حاجه في الموضوع بقى بتاع النهارده نتعلمها، ان انا ابالبيت الاورجانز المهمه اللي في البطن. يبقى انا شفت تندرنس، شفت جاردنج، شفت في ابنورمال ماسز ولا لا، عايزه ابالبيت الاورجانز. اهم اورجانز بشوفهم الليفر والسبلين والكدني، تمام؟ ليفر وسبلين والكدني. وطبعا الهيباتو جاسترو انترولوجي ديزيز مينلي بتافكت الليفر والسبلين وساعات تافكت الكدني كمان، فالثلاثة دول مهمين قوي إن أنا أحسهم. طيب أرجع تاني أقول لكم، الأطفال في حاجات تميزهم عن غيرهم، الصغيرين مختلفين عن الكبار. الرسمة دي حد يقدر يقول لي بتاع الأزرق اللي رسمينه ده ممكن يديني انطباع بإيه يعني؟ ده بيبي نورمال يا جماعة، ده طفل نورمال عمره شهر. الفرق ما بين الريب كيج والليفر لاين؟ قصدك إن في ليفر في الحتة الزرقاء المخططة دي؟ برافو عليك. طب ده انا بقول ده نورمال، انتوا ايه رايكم؟ هو ده مش نورمال في الكبار. برافو عليك، لكنه نورمال في الاطفال. يعني ايه نورمال في الاطفال؟ يعني لو حسيت ايدج بتاع الليفر سوفت، لازم يكون سوفت، الشرط انه يكون سوفت مش فيرم ولا هارد، سوفت. وبالرغم من انه سوفت انت قادر تحسه لان الابدومينال وول رفيعه جدا والطفل مش اوبيز ما عندوش فات، فانت قادر تحس الإدج من سنتي لاتنين سنتي بلو الرايت كوستال مارجن. لو حسيت الليفر هنا في طفل لحد سنتين تلاتة this is normal. ولو أنا براقب، لو أنا ساعات الأطفال تبقى رفيعة جدا والليفر إدج باينة بعيني أقول وهو بياخد نفس، وده مش هقول له ياخد نفس وهراقب بس الريسبيراتوري موفمنت، تلاقي الإدج دي تنزل مع ريسبيريشن داونوردز تطلع مع ريسبيريشن. يبقى في صفتين مهمين قوي في الصغيرين، الليفر موفز داون ويز ريسبيريشن، ودي مش هنفقدها لما نكبر. ممكن احس الايدج سوفت 1 تو 2 سنتيمتر بلو رايت كوستال مارجن، تمام؟ طيب في خط الناحيه الثانيه وفي نقطه بنفس اللون، تفتكروا ده مين؟ سبلين. اخ مين؟ سبلين. سمعت سبلين. الليفر والسبلين هنعرف بعد شوية قريبين من بعض في حاجات كتير، يتشابهوا مع بعض في حاجات كتير. لو حسيت التيب of the spleen في بيبي صغير في أول سنتين this is normal. افتكروا الصورة دي وما تنسوهاش، لأن أنا لو جالي طفل صغير حطيت إيدي يا خبر يا ماما الولد عنده تضخم في الكبد، أنا جبت للناس دول هلع وعملت لهم صدمة نفسية، صح كده؟ فأنا لو عرفت النورمال مش هضر حد، مش هطلب تحاليل وأشعات ملهاش لازمة. خلصنا النورمال، أبتدي أعمل examination للليفر. أنا عايز أعمل palpation للليفر. الليفر الحقيقة يعني بعمل له palpation والpercussion مع بعض عشان أوصل للمعلومة مرة واحدة. بعمل إيه بقى؟ أدي البطن بتاعتنا، البطن بتاعتنا على اليمين، إحنا مقسمينها هنا أربعة للتسهيل. نبص على السهم الظريف دوا، الحتة دي اسمها right iliac fossa، ده الكوستال مارجن. هبتدي من تحت خالص، يا اما بجنب الايدي عند الاندكس لو البطن كبيره وتسمح لي اعمل كده، لو بيبي صغير قوي بستخدم التيبس اوف ذا فينجر واحط ايدي واعمل بريشر ديب شويه، مع كل نفس يخرج النفس، كل ما ياخد نفس انزل ايدي، يخرج النفس ارفع ايدي وافضل اطلع من تحت لفوق مع كل نفس لحد ما اوصل للكوستال مارجن. هل في هنا lower edge of the liver محسوسه ولا لا؟ لو في الادلت مش هحس. لو في الادلت المفروض ما احسش. يعني ده لو هنر. طب ولو طفل عنده 6 سنين المفروض ما احسش في الرايت ميد كلافيكولار لاين. انا هنا فين يا شباب؟ رايت ميد كلافيكولار لاين، وركزوا في الحته دي شويه. ابتديت من رايت ايلياك فوسا لحد رايت هايبوكوندري، وصلت للكوستال مارجن ما حسيتش حاجه، يبقى مفيش ليفر انلارجد في الرايت سايد. طيب
حسيت ليفر في الحته دي مثلا، والطفل ده كبير عنده 10 12 سنه، احنا قلنا ان الليفر بيموفز ويز ريسبيريشن، اقول له ايه؟ نفس. اطلب منه حاجه، تيك ديب بريث، خد نفس جامد. ايه المفروض يحصل؟ ان اللور ايدج ويل ديسند داونورد، لو انا فعلا حساه الاقيه بينزل اكتر ويخبط على صوابعي. جميل. طيب حسيت لور ايدج على بعد مسافه معينه، خلونا نتفق انها 3 سنتي. طلعت ايدي فوق الجزء الكبير ده وحاولت ادخل ايدي بين الحاجه اللي انا حاسسها والكوستال مارجن، هقدر ادخلها ولا لا؟ لا. لو ده ليفر مش هقدر، لو دي ماس لاي سبب تاني ممكن اقدر. يبقى لما ما اقدرش ادخل ايدي بين الكوستال مارجن والجزء الاورجد اللي انا حاساه في الحته دي غالبا ده ليفر. اوكي، طب انا حسيته بقى كبير، اوصفه، هو سموث ولا الريجولر، هو سوفت ولا فيرم ولا هارد، الايدج بتاعته شكلها ايه؟ واحنا اتفقنا هنا ان ده باثولوجيكال، فالايدج بتاعته عمرها ما هتبقى سوفت. السوفت دي في الايه؟ في البيبي الصغير اللي عمره سنتين. لكن دكتور ممكن حضرتك تشرح لي حته الهاند دي تانية، ادخل ايدي دي؟ عناية. حاضر، انا هستخدم يا اما التيبس اوف ذا فينجر او السايد اوف ذا اندكس فينجر حسب حجم البطن اللي قدامي. يا جماعه هبتدي من الرايت ايليك فوسا مع النفس، سواء هو كبير وقادر يساعدني وياخد نفس ولا هو صغير وبيعيط ما بيفرقش معانا. اما يخرج النفس هعمل ضغط، ما لقيتش حاجه النفس اللي وراه هعمل ضغط تاني، لحد ما يا اما حاجه من اتنين بقى، يا انا قابلت ايدج هنا يبقى غالبا في ليفر. هشوف المسافه دي قد ايه، انا في الميد كلافيكولار لاين عندي 3 سنتي تحت الكوستال مارجن حاسه فيهم ليفر، هحفظ ال 3 سنتي دي وافتكروها بعد شويه هنحتاج لها. طلعت فوق الليفر عند الكوستال مارجن، حاولت ادخل صوابعي بين الحاجه اللي انا حاساها وبين الريبس، معرفتش، يبقى غالبا ده ليفر. طب انا حسيت حته هنا 3 سنتي في المنطقه دي، اوصفها، هي سموث ولا الريجولر، سوفت ولا فيرم ولا هارد، والإيدج اللي أنا حسيتها تحت دي أقدر أقول عليها شارب ولا هي راوندد؟ تفتكروا إحنا بنوصف إيه هنا وإحنا بنتكلم؟ الإيدج بتاع الليفر. برافو، ده يساعدنا في تشخيص إيه؟ لما أنت شفت في العيان بالذات في الكبار يقولك سيروتيك ليفر، عنده إيريجولر سيرفس وفيرم إنكونسيستنسي وشارب إيدج، صح؟ لكن ده ليفر بتاع واحد عنده نيمونيا ومعاها هيباتوسبلين ومجلي، هيبقى سموث وسوفت وراوندد. يبقى الوصف ده خلاني افكر في حاجات مختلفه خالص. اوكي، انا لسه هكمل الليفر، احنا عملنا بالبيشن وعرفنا تحت كوستال مارجن 3 سنتي، طب وبعدين اعمل بيركشن. طب ليه اعمل بيركشن؟ الصوره دي هتسهل لكم الفكره كلها اللي احنا بنعملها. البيركشن بيعمل لي حاجتين، تحت هياكد لي اللور ايدج اللي انا حسيته صح ولا لا، المكان اللي انا حسيت فيه اللور ايدج ده ولا صح ولا لا. ازاي؟ احنا عارفين ان البطن، انتوا عملتوا بيركشن قبل كده؟ الحقيقي لا، مش بيركشن الحقيقي لا. طيب هقول لك معلومه على البيركشن بعد ثواني تسهل لك الموضوع. كل واحد فيكم لما نخلص يا ريت يعمل بيركشن على نفسه، انتركوستال سبيس على الناحيه الشمال وبطنه، البطن الطبل، التيمباني ده يعني طبلة، صوت الريزونانس عالي قوي فوق في اللنج ريزونانس. طب لو أنا هدوس على الليفر، هخبط على الليفر هيبقى ضل، طب خبطت على العظم هيبقى ضل، طب لو عندي مية في البطن أسايتس هتبقى ضل. عشان تعرف الفرق في الأصوات جربها على نفسك، أو لو في طفل صغير في البيت تبقى هايلة، أصوات بتبقى عالية قوي. وفي أوديوهات موجودة على أصوات البركشن. هعمل ايه في البركشن؟ هنزل تحت مكان ما ابتديت البالبيشن عند الرايت إليك فوسة واعمل بركشن، هوريكم بعد شوية شكل البركشن بيتعمل ازاي، وهطلع لفوق. المفروض انه ريزونانس عالي، تمبانيك يعني تمبانيك جه هنا بنفس الثلاثة سنتي اللي انا حسيتهم بايدي بقى ضل، يبقى ده اللور ايج اوف ذا ليفر، انا كده اتأكدت. مظبوط، دي اول خطوة. البركشن ليه دور تاني بقى،
انا هطلع فوق دي اسمها ايه يا شباب؟ كلافيكل. نصها فين؟ نصها هنا، هو ده الميد كلافيكولر لاين مظبوط. هنزل تحت الكلافيكل تقريبا عند الثيرد سبيس تقريبا هنا، وابتدي في الانتركوستال سبيسز اعمل بيركشن. انا متوقع اني اسمع ايه يا جماعه؟ ريزونانس. مكتوب على الصوره هسمع ريزونانس. تحتيه في لونج فيها هواء، هحس هسمع ريزونانس. طب نزلت في الفورس ريزونانس، نزلت في الفيفس ضل، ده مين؟ بدايه الليفر. الليفر ده الابر بوردر اوف ذا ليفر. طيب اعمل بقى ايه اول ما عرفت الابر بوردر؟ اكتب بس ان انا لقيته في السبيس دوت. لا، اجيب المزوره، اجيب الايه، اجيب المزوره واعمل ايه؟ اقيس المسافه اللي البركشن قالت لي ان هنا الابر بوردر اوف ذا ليفر، والمكان اللي ايدي بالبالبيشن والبركشن اكدت لي ان ده اللور بوردر اوف ذا ليفر، وقيس المسافه دي واكتبها ان سنتيمتر، لان الاطفال الصغيرين الليفر سبان بتاعهم بيتغير مع الوقت، بيكبر مع الوقت. وزي ما اتعلمتوا في كل حته في الاطفال، النورمال بتاعنا ليه رينج، عشان اقول ده نورمال ولا مش نورمال لازم احطه على الرينج بتاعه. تمام؟ يبقى الليفر سبان ده المسافه بين الابر بوردر اللي جبته بالبركشن واللور اللي جبته بالبالبيشن في الميد كلافيكولار لاين، بيتقاس بالسنتي. عمري ما احط ايدي واقول ده 3 فينجر بلور كوستال مارجن، الدكتور اللي هيجي ورايا صوابعه مش زي صوابعي، والولد بياخد علاج، الطفل بياخد علاج بقاله فتره وهو مش قادر يعرف الليفر حجمه قل ولا لا. مقاسات الليفر تتغير كل ما وزن الطفل يزيد، يعني كل ما يكبروا اكيد مقاساتهم بتزيد. السطر اللي تحت ده مش عشان تحفظوه، بس عشان تبقوا فاهمين انه اول ما بيتولد الاسبوع الاولاني السبان ده حوالي 5 سنتي، اما بيوصل 12 سنه بيبقى 8 سنتي في الصبيان و7 سنتي في البنات. دكتور عندي سؤال بس في البالبيشن. اتفضل. هو كان في جمله كده you can't get above it، انا ما فهمتش دي معناها ايه. في ماس قدامك انت شايفها في بطن العيان على الناحيه اليمين، الماس دي في الرايت هايبوكوندريوم مينلي، هل دي ليفر ولا كدني ولا ويلمز تيومر؟ يعني في الرايت مش عارف، او في الرايت هايبوكوندريوم لو نقول ده ليفر. حلوه، عجباني، مش عارف دي قوي. طب انا عايزه حاجه تميز الليفر تخليني اطلعه من وسطهم. الليفر ما تقدرش تدخل ايدك بينه وبين الكوستال مارجن، لا هو ولا السبلين. لو ده ليفر وكبر ولا زال ادهرنت قوي للثوراسيك كيج، عمري ما هقدر ادخل ايدي بين الثوراسيك كيج وبين الاورجان اللي انا حساه. لكن لو دي كدني وجايه من ورا، هي اصلا ريتروبيريتونيال وهنحكي عنها شويه، انا اقدر احط ايدي من فوقيها. الليفر عمرك ما تقدر تحط ايدك على الابر، ما تقدرش تجيب الابر بول بتاعه بايدك بالبالبيشن. تمام؟ اوكي، هوريكوا صوره وهسالكوا سؤال. الخط المرسوم ده تحت ده بيقول ان ده ايه؟ ده حجم ايه تفتكروا؟ ليفر. طيب لا، تخيلوا ان احنا ابتدينا نعمل بالبيشن من هنا. الحته دي مهمه قوي، احنا اول ما ابتدينا بالبيشن قلنا نبتدي منين؟ رايت إيلي. قال لي ايه اللي خلاكي تنزلي في الحته دي؟ حد يبتدي يعمل اكزامينيشن للليفر من مكان الابندكس عشان الشكل ده يا جماعه. شايفين الليفر ذات هيوج، دي حاله اسمها جلايكوجين ستورج ديزيز. الليفر بيوصل لاحجام رهيبه، تخيلوا ان احنا بدانا من هنا، البطن ديستندد، انت مش عارف دي اسايتس ولا اورجنز، وعمال تحاول تحس ما انتش حاسس حاجه، مش حاسس حاجة، خلاص يبقى مفيش ليفر. لا، هو الليفر ابتدى هنا، يبقى أنا لازم أبتدي منين؟ افتكروا الكلمة دي، start below the umbilicus. أما تيجي تحس ما تروحش عند الميد لاين في الأول، إحنا في الميد كلافيكولر وابعد عن الريكتس ماسل. الأطفال اللي بيلعبوا رياضة شوية الريكتس ماسل بتديك إحساس إن في هنا firmness. الميد لاين دي معلومه برضو تعرفوها، نورمال في الاطفال ان في الميد لاين الليفر كان بي بالبيتد نورمالي فيو سنتيمترز بيلو ذا زيفويد بروسس. لحد هنا تقريبا
وكل ما يكبر بتكبر شوية. عشان كده لما بدور على الهباتوماجالي مين اللي بدور فين؟ مش هو في الأدلت برضو ممكن أحس ليفر في الميد لاين؟ أيوة، بس لو عرفت تحسها في واحد أدلت عضلاته قوية في النص تبقى شاطر، في الأطفال أسهل بكتير. تمام يعني أنا بس لو البطن مش ديستاندد كده. عشان كده لو في اتفضل. هو مش أنا برضو في الاسبلين هبدأ من الرايت عشان الاسبلين وما اللي بيجي من الليفت للرايت برضو. أنا لسه ما قلتش الاسبلين ما تسبقنيش. طيب ماشي، أنا قلت كلمة واحدة على الاسبلين. طيب نخلص الليفر ودي سؤال أنتو. السلايد اللي فات دي انا مش فاهم يعني مش فاهم يعني انا اعرف ايه فيه. انا جايبه الصوره دي عشان دايما تفتكر لما تبتدي بالبيشن تبتدي من تحت خالص. لا انا قصدي يعني ايه موضوع ليفر از نورمالي بالبيبل ان ذا ميد لاين سيفر سنتيمتر، يعني ده عشان اعرف بس انا ما عملش بالبيشن من عند الميد لاين، عامل من الميد كلافيكلر رايت سايد. لا لا لو لو انسى الصوره دي، لو في طفل عادي جاي لك وما حسيتش حاجه خالص عند اليمين وفي الميد لاين حسيت 3 سنتي، this is normal. تمام ده نورمال يا دكتور في الأطفال عامة ولا يعني الـ 3 سنتيمتر؟ كل الأطفال عندهم الليفت لوب محسوس هنا. طب بصوا هقول لكم حاجة ظريفة، بصوا على الصورة اللي أنا هرجع لها تاني دي أهي، شايفين الثوراثيك كيج فين يا جماعة؟ ده بني آدم، ده الثوراثيك كيج أهي، العظمة هو آخره، ده الليفر. الليفر mainly right lobe وleft lobe. ال right lobe موجود فين mainly؟ ورا الكوستال مارجن. ال left lobe mainly موجود فين يا شباب؟ subcutaneous. برافو، ده normal. فأنا كل طفل هحط إيدي هنا لأحس وأقول ده abnormal؟ لأ، أدور على abnormal فين بقى؟ في الحتة اللي مش العادي إنه يبقى محسوس فيها. اتفقنا؟ تمام يا دكتور. دكتور انا عندي سؤال بس، حضرتك قولي لي صح ولا غلط، هو احنا دلوقتي لو طفل نورمال ان انا احس الادج اللي هو اللور ادج ده يبقى صح، واحس الحته اللي هي اللفت لوب في الميد لاين؟ برافو. بس لو هو انسان ادلت او يعني مش طفل المفروض ما احسش اللور ده اصلا، ما احسش اليمين خالص، ما احسش الرايت لوب. والليفت لوب هيعتمد على هو اثليتس ولا لا، الابدومينال وول بتاعته تقدري تحسي منها الميد لاين ولا لا. جربتي تحطي ايدك على ادلت ميل اثليتس؟ تمام، يبقى مش هحس الحاجه صعب عليكي. صعب لو واحده ست وبيز وعندها ابدومينال فات كتير صعب. الطفل سهل لكن ده مش معناه انه مش موجود في الكبار، احنا شفنا الليفر مكانه فين. تمام، السؤال ده عايز حد يجاوب عليه. أول إحنا اتفقنا أول سنتين سنتي أو اتنين ده مقبول. طيب 8 سنين وأنا بعمل palpation وابتديت من الرايت إيليك فوسة وأنا طلعة حسيت اللور إيج 4 سنتي تحت الميد كلافيكولار لاين. Is this a hepatomegaly؟ ده enlarged liver. أنا I palpate the lower edge of the liver. لا أظن 1 سنتيمتر مش هيبقى 8 سنتيمتر، أنا 4 سنتيمتر بيقول كوستال مارج، وعمر الطفل ده 8 سنين مش سنتين. لا مش هيبقى زوميجي. مش هيبقى زوميجي. نمنا بقى. لا أنا دكتور مش عارف، مش طب حد تاني يقول لي. طب دكتور مش عارفين بصراحة. ولا حد خالص؟ لا هي منطقية تبقى هباتوميجلي، بس بدون ما حضرتك حطيت السؤال يبقى اكيد مش هباتوميجلي. مش ذكاء الخارق ده. طب انا هقول لك حاجه هرجع، واحنا بنقول ازاي ناسس الليفر، احنا هنا قلنا ايه؟ كام سنتي بالبابل بلو اللو الكوستال مارجن؟ قلنا هنا 3. قلنا ايه؟ 3. لا انا قلت لكم تخيلوا ان ده 3. معلش تاني كده يا دكتور. لما واحنا هنا قلنا تخيلوا ان احنا واحنا بنعمل palpation لقيناها على بعد 3 سنتي. انا فهمت حضرتك، انا لا اقيس الاسبان وبالاسبان احدد ولا ايه؟ اشكرك، برافو عليك. هو انا لما قلت لكم ان انا I palpate the liver، هو انا قلت لكم الابر بوردر كان فين؟ لا. كويس، يبقى انت عرفت هو مزقوق من مكانه ولا هو كبير؟ الصورة الظريفة اللي قدامنا دي بتفكرنا
ان احنا تحت الديافرام على طول في اي حاجه تعمل فلاتنينج للكوبولا اوف ذا ديافرام هتعمل توزينج اوف ذا ليفر. عشان كده عمرك ما تعمل ميجرمنت للمقاس الليفر بالبالبيشن بس، ولا تقول 3 سنتي تحت الكوستال مارجن ولا 4 صوابع تحت، ده كلام مش علمي ومش دقيق. لازم اجيب السبان واجيب من الابر بوردر واشوف الابر بوردر مكانه فين اصلا، ما يمكن هو في السيفنث سبيس مش في الفيفث سبيس، عشان الطفل ده عنده ايه. طب تفتكروا ايه اللي يجي في الشست يخلي الليفر ينزل لتحت شويه؟ انفيزيما او نيمونيا. شكرا. بس دي بتيجي في الكبار، في الناس الادلت، في الاطفال في حاجه ثانيه شبه الانفيزيما. الازمه ممكن. برافو عليكي شاطره. ايه كمان؟ لو في نيمونيا وفي ميه على الرئه او ميه. موافقه. اي تشست افكشن بس ما يكونش اكيوت قوي يوم يومين يعني، وعامل لنا تو يعني داونورد ديسبيسمنت للليفر وطبعا والسبلين ممكن. طب ايه تاني حاجه مش في اللنج بس في الثوراسيك كيج؟ هارت. صعب اقول لكم عشان اريحكم تعبتوا. اي حاجه عامله تشست هايبر اكسبانشن في الصغيرين مش بنقول الانفيزيما، الانفيزيما دي بتاعت الناس الكبار. عندنا حاجه اسمها ازمه او برونكيولايتس او تشست وول ديفورميتي. حد عارف ده اسمه ايه؟ ده بيجن. بيجن تشست ولا بيكتس اكسكافيتم. الاسترنم داخل لجوه جدا 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 جدا، وده مخلي المساحه اللي جوه الثوركس ضيقه، وده عامل displacement في الأورجن تحت شوية. أوكي؟ ماشي دكتور اسمه إيه؟ rectus excavatum. أنا ما يهمنيش تعرف اسمها إيه، اسمها chest wall deformity. لما يجي لك طفل عنده scoliosis، عارفين scoliosis؟ عارفين. حد فيكم فكر إن ده ممكن يخلي مكان الليفر والسبلين يبقى منقول من مكانه شوية علشان الديفورميتي اللي في البون عنيفة؟ أيوة، لو السكوليوزس على اليمين هيزق الليفر لتحت. طيب اي تشست ديفورميتي او ديفورميتي عنيفه في العظم ممكن تاثر على السايت اوف ذا ليفر. فعشان كده لما بنحس بالبيت الليفر لازم اعمل سبان عشان يبقى عندي معلومه كامله. الكدني مختلفه عن الليفر والسبلين في حاجات كتير. طب هي بتلخبطني في مين؟ دايما تلخبطني لو في سبلين وماجالي. انا اسفه، السبلين الاول. انا اسف، السبلين يشبه الليفر خالص في حاجات كتير قوي. زي ما شفنا الصوره ممكن احس التب في الانفنسي، الايدج بتاعته سوفت بيتحرك مع ريسبيريشن، لو عملت بيركشن يبقى ضل زي الليفر، ما تقدرش تجيب الابر بول بتاعه، ما تقدرش تحط ايدك بينه وبين الكوستال مارجن، ونادر لما يكون تندر. السبلين عشان مكانه جوه شويه اكتر من الليفر، اول ما تحسه هو حجمه تضاعف، يعني حجمه بقى ضعف. الشكل ده مش عشان نحفظ الاناتومي، لكن بس عشان اشاور لكم على النوتش. شايفين الحته الصغيره دي؟ احنا عمرنا لو جالي بيبي صغير حتى والايدج محسوسه انا ما بقدرش احس النوتش ده ابدا، لكن لو السبلين كبر جدا 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 وبقى موجود في الفرد، وهنشوف صور ليه دلوقتي، وانا بحس الايدج بتاعته ممكن احس النوتش، وده بيفرقه لي عن الكدني، يبقى عنده بالبابل نوتش. اوكي طيب احس السبلين ازاي؟ كان حد بيقول في الـ examination بتاع السبلين، شايفين السهم ماشي ازاي؟ ماشي اوبليك، حاجة عجيبة جدا جدا. طب انا ليه ما روحتش الناحية الشمال؟ حاجة غريبة. اللي يخليني في ليجمنت بيخلي يكبر من الليفت للرايت، مش بينزل على الليفت كومبورتمنت، يعني مستحيل ينزل لتحت. هو دايما بيحصل سبلين وميجالي بيجي من الليفت ابر للرايت لور كده، لكن مستحيل ينزل لتحت. انا انت بضل حضرتك قلتي مستحيل، يبقى هو مش مستحيل. مين اللي بيرد عليا؟ عشان ده انا يعني هجيب له امتحان ما يتحلش والله. مين اللي بيرد عليا؟ ما حدش يقول اسمي يا جماعه. طب انا هفتح البارتيسيبنت يعني واعرف. دكتور هو ممكن يبقى ينزل لتحت بس في حاله انه انلارجد قوي، بس عشان نلحظ الايرلي انلارجمنت. دايما لما بنعلمكم حاجات ونقول لك في ليجمنت وكده، عايزين نلفت نظرك للحاجة دي ما تنسهاش، بس ده مش معناه ان دي كل الحقيقة، ممكن يحصل كده وممكن يحصل كده، بس عشان ما تعملش ميسنج للتانية لازم تبتدي من الرايت اللي يكفص مكان ما ابتديت الليفر بالظبط، وهمشي اوبليك ناحية الليفت هايبوكوردي.
الصورة اللي هوريها لكم هتشرح كلامي أكتر دلوقتي. بيتحرك مع النفس، أقول له خد نفس عشان ينزل أكتر لو أنا حسيت lower border. زي ما عملت في lower edge بتاع الليفر، هاجي المكان اللي حسيت فيه lower edge هعمل percussion تحتيه، هيبقى تمبانيك تمبانيك، أطلع فوق لحد ما لقيه بقى ضل، ده مكان السبلين اللي أنا حسيته. هقيسه إزاي؟ بالسنتيمتر بالول كوستال مارجن. هنت بقى، ممكن السبلين يكبر أوبليك وممكن يكبر downward vertical، لكن لو أنا ابتديت من هنا الإكزامينيشن I will miss this خالص، فعشان كده أنا ببتدي من هنا. لكن هو ينفع يكبر كده وينفع يكبر كده. وفي ناس بيقولك آه لو لقيته أوبليك يبقى غالبا هيكون كذا، ولو لقيته vertical غالبا هيكون كذا. الكلام ده مش 100%، احنا في ناس بتحاول توصل لك المعلومة بطريقة تخليك تحفظها أو يعني ما تنسيش. مطلوب منك لما تشوفه تعملوا examination صح، توصل لحجمه صح، توصفه صح. هو ممكن يكبر ميديالي ناحية الأمبلايكس أو داونورد. لو ما ابتدتش تحت الأمبلايكس وعلى الناحية اليمين ممكن يبقى فيه ليفر كبير جدا وتفقده. دي حالات فعلا موجودة، ده شكل سبلين كبر وده شكل سبلين. ايه رأيكم؟ يبقى ينفع يكبر لتحت وما عداش الأمبلايكس. دكتور هو من فوق برضو بنعمل الريزوننس ده ونشوف السبان بتاعه؟ لا مفيش سبان من فوق، احنا ممكن نعمل ريزونانس فوق عشان حتة اسمها تروبس اريا، ودي شوية صعبة فانا مش حابة اوجع دماغكم بيها دلوقتي لما تكبروا شوية. لكن انا عمري يعني ما بجيب الابر بورد. للسبلين. لا مفيش سبان للسبلين، السبلين بيتوصف كام سنتيمتر بلول كوستال مارجن. مش سيع السؤال الحلو ده، كام سنتيمتر؟ اوكي يبقى السبلين ممكن يكبر كده وكده. الكدني اخر واحدة في الثلاثة الكبار، ليفر وسبلين وكدني. الكدني مختلفة جداً، ما بتتحركش مع respiration retroperitoneal structure، مش palpable بعد النيونيتال period. يعني لو طفل عمره شهر شهرين ثلاثة ما ينفعش اني احس الكدني. I can get above it، يعني لو شفت ماس باينة من قدام وقدرت احط ايدي فوقيها ده الـ upper pool of the kidney، غالباً ده مش spleen. لو انا على الناحية الشمال انتم متخيلين الناحية الشمال ممكن يكون spleen كبير، او left kidney ممكن يبقى liver او right kidney. اما بتكبر قوي 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 الكدني قدام بتعمل بلج. عشان افرقها لازم اكون عارفه المعلومات البسيطه دي. ازاي بنفحص الكدني؟ الوحيده اللي بستخدم فيها ايديا الاثنين. دكتور انا ما فهمتش، انا امتى بحسها وامتى لا؟ لما احسها تبقى ابنورمال، يعني نورمال ادلت او بيبي الاثنين شخصا. النيونيت بس، النيونيت يعني اول شهر في عمر الطفل ممكن تحسيها، اذروايز اي احساس الكدني ابنورمال. كابول السبلين، السبلين احس التب في الاطفال الصغيرين اول سنتين ثلاثة، زي الصوره اللي شفناها البيبي اللي مرسوم خط نورمال. بس التب دي بتبقى كام سنتي تقريبا؟ مش سامع. التب يا دكتور بتبقى كام سنتي تحت الكوستال مارجن؟ سنتي، سنتي واحد، سنتي حاجه بسيطه جدا يا جماعه، مش حاجه كبيره. الوحيده اللي بستخدم ايديا الاثنين في الاكزامينشن هي الكدني. طريقه الاكزامينشن اسمها بالاتمنت. البالاتمنت دي عشان انا بستخدم ايديا الاثنين، محدش يسالني اليمين فوق ولا الشمال تحت ولا الشمال فوق. استخدم انت هتعمل اليمين من ناحيه اليمين وهتعمل على الناحيه الشمال، مين فوق ومين تحت. يو ار فيسينج ذا بيشنت، حط ايديك في الوضع اللي يخلي وشك في وش العيان، ما تبقاش مديله ظهرك عشان تحط ايديك بالطريقه دي. طب انا بشوف ايه؟ حط ايدي في اللاين من ورا وايد من فوق، الايد اللي تحت بتزق لفوق. لو في ما كدني انلارجد هحس بحاجه خبطت في ايدي اللي فوق، وبعمل بالوت من تاني بايدي اللي فوق ازق لتحت. لو في ماس هتخبط في ايدي اللي تحت. طب ما حسيتش يبقى ما فيش كدني. لقيت حاجه زي ما يكون في ماس بخبطها بين ايديا الاثنين، ده زي البالوتمنت خدته متهيالي في البريجننسي او حاجه زي كده يعني. اوكي هو انا المفروض ان هو لو نورمال ما احسش كدني يعني ولا اعمل ايه؟ خالص 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 نهائي. ممكن تحس تندرنس في اللاين انجل، تندرنس ده بنحسه كتير، احط ايدي في اللاين انجل العيان يتألم، لكن انا مش حاسه حاجه كبيره. بس دكتور احنا كنا خدنا تقريبا قبل كده ان احنا البلاتمن ده بنحس بيه الليفر العادي يعني. لو في ناس بقى ممكن الليفر سوري يا دكتور بقى، انا قصدي بنحس بيه الكدني لو هي نورمال. هو الكدني بتتحس نورمال؟
اما تقريبا انا فاكر احنا خدناه كانه كتير عملنا بلوك ريفايز وبعت لي الحته اللي انت قريت فيها الكلام ده. اوكي نوت بالبابل سوري الكيدني كاركترستيكالي نوت بالبابل بيوند ذا نيونيتال بيريد ريفايز يور ريفرنس وبعته لي. اوكي البلادر كلمه واحده يهمني اعرف مكان البلادر لو انا عايزه اعمل سوبر بيوبيك اسبيريت عشان اعمل يورين كلتشر في بيبي نيونيت او انفنت. لما تسمعوا محاضره اليورين اناليسز هتفهموا الحته دي ليه انا بدخل سرنجه سوبر بيوبيك عشان اسحب يورين من البلادر. الكلام ده ما بيتعملش غير في نيونيت او انفنت عشان اخد سترايل سامبل. فازاي هعرفها البلادر بالبركشن؟ لما بتتملي بتبقى البركشن بتاعها ضل. المفروض ان البطن كلها تمبانيتك. لما البلادر تتملي هحس حته ضل سوبر بيوبيك عشان اقدر اعمل المانوفر دي. اوكي ده فرق بين الليفر والسبلين والكيدني. قلناه واحنا بنتكلم ليفر والسبلين يتشابهوا في حاجات كتير، كيدني مختلفه اختلاف كبير. البركشن ده شكل ايديا وهي بتعمل بركشن يا جماعه. بستخدم ايدي اليمين الصباع اللي في النص، ايدي الشمال الصباع اللي في النص، وبخبط بالإندكس على الميدل فالينكس بتاع الإيد الشمال وأكرر. أنا بخبط على الكمبيوتر، ده حاجة ضل، الصوت ده اسمه ضل. لو عملت كده على الانتركوستال سبيس هسمع ريزونانس في هواء. لو خبطت على بطني هسمع تيمبانيتك ساوند. طب وأنا بعمل حاجة تانية بالبركشن غير اني اتاكد من الليفر والسبلين؟ على فكره اصوات البركشن متاخده من الطبله. لما بنخبط على الطبله كل ما الطبله من جوه حجم الهواء يتغير، شده التاره بتاعتها تتغير، الصوت يتغير، ومن هنا يعني ابتدوا يوصفوا اصوات البركشن. يبقى انا البركشن انا اتاكدت بيه من مقاس الليفر، حسيت الليفر فين واللور بول بتاع السبلين. طب ايه تاني حاجه مهمه قوي في البركشن؟ الاسايتس. الحته دي محتاجه تركيز شويه صغيره. احنا اتفقنا انها الديستنشن بتاع الابدومن هيبقى جنرالايزد ومينلي في الفلانكس. الفلانكس تبقى فول، شكل الجلد ايديمتس. يعني لو الولد كان لابس بنطلون باستيك ونزل البنطلون عشان تكشف عليه هتلاقي مكان البنطلون معلم على البطن لان البطن ايديمتس. الامبلايكس لو الاسايتس دي بقى لها فتره طويله جدا الامبلايكس النورمال دي هتبقى مقلوبة لبرة حتى لو كان لسه ما فيهاش هيرنيا، اسمها إيفيرتد. ولد أو بنت لو بصيت على الإكسترنال جينيتاليا هتلاقيها فول ورمة شوية، ولو ولد ممكن تلاقي معاه هيدروسيل. أوكي؟ طيب أفحص الأسايتس. لو الواحد نايم على ظهره تخيلوا الصورة دي عشان تعرفوا المانوفر اللي هنعمله بعد شوية هيعتمد على إيه. الطفل ده مش نايم، هو مش واقف، انا اسفه هو نايم. الميه اخذت الجناب والاجزاء ديبندنت شويه، والجزء اللي في النص مليان ايه؟ هواء. فالجناب فيها دالنس والنص فيه ايه يا شباب؟ بانيك تيمبانيك ريزونانس. اوكي طيب ده اسمه هورس شو شيبد دالنس، ودي اللي بنعتمد عليها عشان نعمل التست اللي اسمه شيفتنج دالنس. الشيفتنج دولنس ده لو عملته ده highly suggestive ان الولد ده عنده ascites، وغالبا moderate ascites مش mild ascites. طب بنعمله ازاي؟ ويا رب تبصوا معايا حلو قوي قوي عشان يفهموا الحتة الظريفة دي. ده واحد عنده ascites عنيفة قوي باينة جدا ورسمين الهورس شو دولنس عليها. دي كلها هي ميه، فلو تبقى ترانس بالاكل حاجه دي. اسال سؤال بقى اللي دايما يقول لي بتقولي مستحيل، يبقى لا ما يردش عليا دكتور معلش دلوقتي هو الصوت قطع ما سمعتش حاجه. من اول فين؟ من اول فين يا شباب؟ سلايد دي كلها هبتدي من الاول خالص. انا لسه ما عملتش حاجه. انا بقول ان ده شكل الدلنس في عيان عنده اسايتس ونايم على ظهره، من بره حوالين داير كده ضل وفي النص تمبانيك. طب انا اتاكد ازاي ان دي اسايتس؟ هبتدي من الامبلايكس. انا هنا رسمه سهم رايح ناحيه الشمال صح؟ تفتكروا اروح ناحيه الشمال ولا اروح ناحيه اليمين؟
مش بتهيألي مش تفرق تروح في كل حتة ينفع في أي حتة. طب إيه اللي يخليني أختار ناحية ها أروح ناحية الشمال أروح ناحية الشمال مين عايز يروح ناحية اليمين دكتور دكتور هي اروح فين يعني في البالبيشن يعني عشان يعني قصدي بل في الليفر في سبيسز قليله فالشمال هيروح اكتر يعني دكتور هو انا فكرت ان ممكن دكتور هي بتفيل كل الابدومن هي اصلا فكرتها ان هي بتفيل كل الابدومن فلما ينام على جنبه على اي جنب منهم انا في النص كله. انا في النص هنا انا في النص عيب. انا بعمل بركشن ناحيه الشمال ليه ما عملتش ناحيه اليمين ينفع ولا لا لازم الاسايدس اعمل لها اكزامينيشن ناحيه الشمال كده ولا ينفع اروح الناحيه دي هو ينفع الناحيتين بس اظن هتبقى اللي قال ينفع شاطر اللي قال ينفع شاطر ايه اللي يخليه ما ينفعش ايه لو ايفر يا دكتور في ايه الكلمه اتقالت شكلها صح يا دكتور الصوت بيقطع حد قال حاجه صح يا دكتور عبد الفتاح قال في ليفر انا قلت عشان الليفر اللي قال ليفر يسقف لنفسه لو انا يا جماعه احنا هنا واحنا بن بن بندور على الاسايتس ما خدناش بالنا ان ممكن الطفل ده يكون عنده اورجانوماجل عنده ليفر او عنده سبلين احنا بنقول الميه خدت كل المكان ده فبقت ضل والبطن المفروض ان الباقي كله يبقى تمبانيك طب لو في هنا ليفر كبير جدا المنطقه دي هتتحول الى ايه ضل يبقى انا ينفع امشي كده مش هوصل لحاجه طب لو عنده سبلين كبير قوي 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 والليفر حاجه بسيطه امشي ازاي عكس اللي انا رسماه يبقى انا هختار الناحيه ازاي انا الاول شفت فيه اورجنز ولا لا في حاجه مخليه منطقه ضل هتعكسني ولا لا وابعد عنها يبقى انا عايزه حته ما فيهاش اورجنز تمام يا شباب عملت بيركشن ابتديت من الامبلايكس ناحيه اي جنب من الجناب هنا انا ناحيه انا ناحيه الشمال هقول لكم علشان الوصفه تبقى كامله وقفت عند نقطة لقيت الريزونانس أو التمبانيك بقى ضل وقفت هطلب من العيان لو سمحت نام على جنبك التاني من غير ما أرفع إيدي وأنا بعمل البركشن وقفت عند نقطة لقيتها بقت ضل ما شلتش إيدي لو سمحت نام على جنبك اليمين عشان كده الصورة دي بتكمل الصورة دي راح على جنبه اليمين استنيت 30 ثانية ورجعت عملت بركشن عند نفس النقطة اللي كانت من شوية إيه؟ دل برافو لقيتها بقت ريزونانس يبقى كان في مية هنا المية اتحركت لو رجعت أكمل طب وبعدين اسأله النقطة دي رجعت تاني ريزونانس لو عرفت أعمل بركشن كده وهو نايم لحية الأمبلايكس هلاقي دي اللي بقت إيه؟ بقت دل مع إنها كانت تمبانيك عشان كده الميكانيزم دي بيشموها shifting dullness لما بيكون في مية بتاعت ascites جوه البطن ما هياش محطوطة في مكان مقفول freely موجودة في البطن بتتحرك وتنقل الdullness والresonance كل ما حرك مكان العيان طب لو أنا عملت الdullness عملت shifting dullness على الناحية دي ناحية اليمين هقوله نام على جنبك الايه الشمال وعمل نفس الحركة اللي خلاني اخترت الجنب الحتة اللي كلها ريزوننت ما فيهاش أورجن عملني دولنس مضايقني أسئلة يا دكتور طب إيه سبب الشيفتنج دولنس ده؟ إحنا اتفقنا الصورة اللي في السلايد اللي قبل كده لما العيان بنيام المية بتاخد الشكل ده والمية دي يعني بتاخد الموست ديبندنت بارت في بطنه ما هياش محبوسة في المكان ده هي بتتحرك فريلي فلما هو بينام على جنبه لما هو بينام على جنبه شايف الجزء الغامق دوه ده جزء الفلويد لما نام على جنبه الفلويد نزلت في النص فبقت الحته اللي فوق فاضيه فيها هواء انا فاهم انا قصدي ديزيز معين نعم باثولوجي معين ليفر او اورجانوميجالي مثلا باتوميجالي الاسايتس حاجه والاورجانوميجالي حاجه تاني انا قصدي في سبب معين للشيفتنج دولنس مرض معين لا 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 ده مش مرض الشيفتنج دولنس دي خاصيه في الأسايتس اللي موجودة في البطن بحرية بتخليني أعرف أوصل لها أشخصها تمام مية بتتحرك كل ما موقع كل ما وضع العيان يتحرك هو حضرتك لما واحد بتكون رجليه مورمة بتقول له اعمل إيه بتطلب منه حاجة وهو قاعد يعملها
يرفع رجله. يرفع رجله؟ ايه؟ عشان تنزل المي. عشان المية ترجع رجليه ما تبقاش ديبندنت، رجليه دي ديبندنت وهو واقف وهو قاعد مدلدل رجليه، لما يرفع رجليه ما بقتش رجليه الموست ديبندنت، فالمية تتحرك منها وترجع تاني تدخل السيركيليشن. صح كده؟ تمام. ها اوسكلتيشن مش هقول عليها كلام كتير، احنا قلنا انسبكشن بيركشن بالبيشن بيركشن الاوسكلتيشن. جربوا تحط السماعه على بطنكم تسمعوا الانتستاينال ساوند. بستخدم السماعه على البطن حاجتين، انتستاينال ساوند وحاجه اسمها بروي. بروي مش هتكلم على البروي، ده جزء من الكاردياك اكزامينشن والحته في كارديوفاسكولار سيستم. الباول ساوندز طبيعي ان انا اسمعها في الاطفال، اه عمري ما بدور عليها في العادي، لا ما بدورش عليها في العادي. امال انا بدور عليها امتى؟ لو انا شك ان في حاجه من اللي بتقلل الانسينس او تخليها تختفي زي الإليس. يجي طفل بطنه منفوخه قوي 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 شكله عنده باراليتيك إليس، وده بيحصل لاسباب كتيره في الاطفال مش بس عمليات. لو حطيت السماعة ممكن ما اسمعش الانسينال ساوندز، ده معناه ان في حاجه كبيره في إليس او انسينال اوبستراكشن. احيانا مع الابندسايتس كمان الاصوات تقل شويه. في حاجة اسمها بوربورجمي، كلكوا سمعتوه لما حد فيكوا بياكل أكلة كده تكون يعني إيه صعبة شوية جامدة شوية، يسمع صوت بطنه بودانه مش بالسماعة، بودانه بررم كده. الصوت ده عادة يحصل لما الموفمنت بتاعت الانتستين تبقى سريعة شوية، بيحصل في الأطفال في الجاسترو انترايتس. فتلاقي الأطفال اللي موجودين في وحدة الجاسترو انترايتس صوت بطنهم انت سامع وانت ماشي، ده معناه ان الانتستاينال موفمنت عليه. فلما تحط السماعة كمان هتلاقي أصوات الانتستين كتير وسريعة شوية. البروي مش هنتكلم عنه، ده كارديو باسكولار. خلصنا الأبدومينال إكزامينيشن؟ لا ما خلصناش. وانت بتكشف على البطن في ثلاث أماكن اوعى تنساهم أبدا أبدا، إكسترنال جينيتاليا، الباك والإينس. الإينس مش عايزين غير إن نشوف إن الفتحة كويسة ولا ضيقة. أطفال بيجوا كتير مولودين البيبي مش بيعمل ديفيكيشن كويس، والما بيعملش حمام كويس، وعلى صرخة واحدة من ساعة ما تولد. الولد ده ممكن يكون حله إن الأنس ضيقة، يدخل intervention يعمل توسيع يخرج يبقى بني آدم زي الفل ويعرف ينام ويرتاح وأهله يرتاحوا. فما تنساش إن البيبي اللي لسه مولود نبص على الأنس، مش عشان حاجة جراحية فإحنا ما تهمناش، لا ده ممكن تكون هو ده حل الشكوى بتاعة الطفل. لو هو كبير ممكن يكون عنده هيمورايد والأم جاية بتشتكي من إنه بيبليد وهي مش واخدة بالها إن في حاجة واضحة عند الأنس. الاكسترنال جينيتاليا والباك مش عايزه اتكلم فيهم كتير. احنا لما نيجي نعمل اكزامينيشن الجينيتاليا لو بيبي صغير قوي مولود، اللي يهمني اتاكد انه شكل الجينيتاليا شبه السكس اللي هو ساينتلي بالظبط، يعني ده شكله نورمال ميل او نورمال فيميل، مش شكله امبيجوس. عشان كده انا هحتاج اندوكراينال كونسلتيشن، والموضوع ده لازم ياخد اجراءات سريعه شويه بدري. لكن لو طفل كبير بقى جاي لي انا عايز اشوف البيوبرتال ستيجنج بتاعته، ودي هنحكي عنها بالتفاصيل الاسبوع الجاي فمش هضيع فيها وقتكم النهارده. افتكر شويه حاجات كده فور ميديكو ليجل بيربز، اوعى تكشف على الحته دي بالذات غير في وجود الام او ممرضه، والافضل الام. غالبا بنعمل انسبكشن طالما مش ده مكان الشكوى بتاع الطفل، انا ببص بس، لو احتجت اعمل بالبيشن ما احتجتش بكتفي بالانسبكشن. لو الأم بتقول لك البنت عندها ديسشارج كتير وحمار وأي حاجة، طب لو سمحت يا أمي اعملي لي ليبيال سيباريشن، هي اللي تعمل. طيب الولد خلوا بالكو إيدينا بتبقى متلجة في الشتاء، وإحنا شايفين في حاجة منفوخة عايزين نشوف هي إيه. أول ما بنحط إيدنا يحصل كليمستريك ريفلكس، بص تلاقي التست مش موجود عشان أنت خليتها كونتراكت من السقعة، فدول ما نفتكروا إيديكو مش متلجة. أوكي؟ النيوبورن احنا قلنا بندور هو ميل نورمال ولا لا، بتبص على السايز اوف ذا بينس والبوزيشن اوف ذا يورينري ميتس. اعتقد ان الجراحه الكلام ده اتقال لكم ديتيلز كتيره قوي، هايبوسبيديس ايبيسبيديس، الكلام ده معروف يا شباب عشان اعديه. اه يا دكتور تمام. سكروتوم هشوف شكله، الريجوزيتي بتاعته. احنا يهمنا في الاطفال البيوبرتال ستيجنج، طول البينس، شكل السكروتوم، مقاس التستس، كل دول بيخلوني اقول ده بيوبرتال ستيج كام، يبقى ده ماشي صح في البيوبرتي ولا لا. لقينا ديستنشن من تحت، يا يكون ايه يا يكون ايه، مكتوبه اهي هيدروسيل يا انجواينال هيرنيا. اي حد عنده اسايتس هتلاقي غالبا معاه هيدروسيل وغالبا هتبقى بايلاترال.
وممكن كمان يكون عنده هيرنيا وممكن يكون عنده الاثنين. عشان كده الاكسترنال جينيتاليا اكزامينيشن جزء يكمل الابدومينال اكزامينيشن. اوعى تنسوه المقاس بتاع التست. المفروض ابقى عارف ايه في البيبرتي الستيجز يعني. الاسبوع الجاي هقولها لك، احنا ما خلصناش بقالنا ساعتين خلي بالك. معلش الحته اللي اقول لك خليها لقدام شويه هتسمعها بتفاصيل اكتر عشان تفهمها. لا انا فاكر بس ان احنا المفروض نبقى عارفينها وانا مش عارف يعني. هتعرفها الاسبوع الجاي، ده جزء تمام. من الجروس والديفلوبمنت. تمام. لما تقرا المحاضره دي بعد اسبوع هتلاقي نفسك الحته دي مش محتاج تبص عليها هنا خالص. اوكي. مقاس اللي قدامنا دي اسمها تستيكولار روز، بقيس بيها مقاس التست عشان اعرف هو رقم كام عشان احطه على مقاس معين اقول ده يبقى بيوبرتال ستيج كام. طبعا ده في الاولاد. اوكي. البنات وهي لسه مولوده برضو عايزه اتاكد انها نورمال فيميل، لو جالكوا بريماتشور هتلاقوا كليترس بروميننت جدا، ده نورمال، ده مش امبيجوتي، مش امبيجوس، بس شكلها بيبقى كبير زياده عن اللزوم قوي. وساعات في الاسبوع الاولاني بعد الولاده الام تيجي البنت عندها بلادي فاجينا ديشارج، ما تتخضوش، غالبا ده هرمونال سيسيشن حصل لما البنت اتولدت، فبيحصل سبوتينج بسيط يومين قليلين بعد الولاده ثم يختفي تماما. البنت لما بتكبر بحاول اشوف ستيجينج اوف بيوبرتي، ودي مش هتكلم فيه، ادور على ايه في الباك. انا خلصت الابدومن، بصيت على الاكسترنال جينيتاليا، ابص على الباك ديفورميتي زي ما اتفقنا. الديفورميتي هتخليني ممكن اكون حسيت بالبابل ليفر عشان هو عنده ديفورميتي، بس انا ما شفتهاش وهو مغطي صدره من قدام ومعريلي بطنه بس ونايم على ظهره، لكن لما شفت ظهره كويس قدرت اقول ان في سكوليوزس او واتيفر. البيجمنتيشن قلنا الاوتو اميون ساعات تعمل بيجمنتيشن وساعات تبقى موجوده في الباك بس، ممكن يكون في سكارز، يكون في سويلنج. خلصنا الاكزامينيشن بتاعنا الحمد لله، العيان لبس، متشكر تعبتك معايا. اقول لمامته وبابا باختصار شديد ايه الحاجات اللي انا لقيتها of significance، يعني مش هقول لها ما هو هو الليفر بالبابل 1 سنتيمتر بس ده نورمال في الاطفال. المعلومه دي انا مش محتاجه اقولها في السيركمستانس دي، دي معلومه ليا انا عشان اعرف، واسالهم لو عايزين يسالوني في حاجه واغسل ايديا وكده. عملنا ابدومينال اكزامينيشن معقول، المفروض ابتدينا بهيستوري تيكينج كويس، دورنا في الجنرال اكزامينيشن على الحاجات اللي تفيدني في تشخيص امراض الهيباتوجاسترولوجي، عملت ابدومينال اكزامينيشن، انا كده اقدر يبقى عندي كونكلوجن غالبا العيان ده بيشتكي من ايه عشان اقدر افكر الخطوه الجايه ايه الانفستيجيشن اللي انا هطلبها منه، ولا هو مش محتاج يعمل انفستيجيشن، ده محتاج يعمل فولو اب بس. الفيديو ده اللي حابب فيكم يتفرج على ازاي بيتعمل ابدومينال اكزامينيشن هيبقى ظريف جدا. ميرسي لوقتكم جدا، ولو حد عنده اي اسئله تحت امركم. ترانشال بس هو ايه سكر الاديما ده؟ احنا قلنا الإديمة بتتجمع فين؟ dependent part. most dependent part. طفل رائد على ظهره عشان عنده neurological affection وعنده مشكلة عاملة إديمة heart failure, chronic liver disease, renal affection. هلاقي الإديمة فين؟ في رجليه؟ no. هلاقيها فين؟ هلاقيها في السكرم ده عشان هو نايم على ظهره في السرير طول الوقت. مرسي على السؤال الحلو ده. شور دكتور معلش، احنا قلنا السبلينوميجالي بنشوف السبان زي السبلينوميجالي ولا بنعرفها ازاي؟ السبلين ملوش سبان، السبلين بحسه تحت الكوستال مارجن وقيس بالسنتي بقول حسيت 4 سنتي بلو الكوستال مارجن. اللي ليه سبان هو الليفر فقط. هو النورمال بيكون قد ايه يا دكتور؟ السبلين مش المفروض اني احسه تحت الكوستال مارجن غير في الأطفال في أول سنتين من عمرهم وسنتي واحد بس. تمام دكتور. أنا عندي سؤال. تفضل. هو في السوبرفيشال والديب بالبيشن تمام؟ ببدأ في الحتة اللي مش فيها بين. طب لو هو أصلا مش جايب بين ببدأ من ابتدي من الحتة اللي تعجبك. لو هو جايب بين ابتدي من الناحية التانية بحيث ان دي تبقى اخر نقطه. طب هو ما بيشتكيش، امشي سيستماتيك بالطريقه اللي انت اتعودت عليها. هبتدي من فوق لتحت الف على كل الناين كوادرنت ولا هبتدي من تحت لفوق؟ براحتك دكتور. اصل كان زمان سيركل وتبدا وترجع لنفس المكان وكده ولا ما انت لازم تعدي على التسعه. انت لو لفيت سيركل مش هتروح عند الامبلايكس، عايز تلف سيركل يبقى اخر نقطه عند الامبلايكس.
يعني هي مش تفرق الترتيب بس هيفرق ان انا ولا لو اي حاجه انت افتكر ان لازم ايدك تيجي في التسع اماكن دول بالطريقه اللي تعجبك. مفيش منهج محدد. احنا بنعمل الكلام ده يا جماعه واحنا بنتكلم مع الطفل غالبا. وعامل ايه وازيك حبيبي واخبارك، بكون عملت كده وشفت كل الاماكن وخلاص اتاكدت ان مفيش مشكله. تمام شكرا. احب اعرف المحاضره الصعبه ولا سهله ولا نص نص؟ دكتور هي تبقى هي انا جمالات الموضوع ملوش علاقه بالدرجات. انا فهمت بس انا مش عارفه وانا همتحن على حاجه زي كده ازاي. ممكن عندي رجاء، رجاء خاص يا جماعه. رجاء خاص قصدي انا فهمت السيراتيكال حلو. انا فهمت السيراتيكال حلو. لا ده مش سيراتيكال، ده مش سيراتيكال. الهدف ما بالظبط بقى اطبقه بقى دي يوم حضرتك ان يوم حضرتك تروح تكشف على طفل تعرف تطلع بمعلومات مظبوطه عشان تقول لأهله كلام مظبوط ما توديهمش في داهية. أنا فاهم يا دكتور، أنا فهمت المحاضرة بس أنا قصدي إن أنا عشان أطبقه لازم أتمرن عليه كده قدام دكتور وهو يديني نوتس وإن أنا عملت صح. إيه غلط هنا وعملت إيه هنا هو صح. ده كان المفروض اللي يتعمل بس حظوكوا للأسف كان مش ظريف. بس تخيل كده إن أنت رحت على طول وإنت قريت Abdominal Examination Inspection Palpation Percussion من غير ما تتكلم ده هتحط إيدك فين؟ مش هفهمه. احنا انا قلت لكم في الاول هديكوا بعض الهنتس كده كلو يساعدنا لما نبتدي نعمل كلينيكال اكزامينيشن احنا بندور على ايه، المفروض امشي ازاي. وانا مش هقف افتح الكتاب جنب العيان اقعد اربع ساعات، ده هو مش هيسيبك اصلا، الطفل هيعيط ويصرخ ويعني انت بيبقى معاك وقت قليل قوي مع الاطفال بالذات الصغيرين. فلما تبتدي نعمل اكزامينيشن بنشوف اطفال كبار شويه متعاونين شويه، ممكن كل طفل اشوف حاجه واحده بس لحد ما اكتسب خبره واقدر اعمل كل اللي انا قلته دوت في خمس دقايق. تمام بس برضو ما قلتليش صعبه ولا متوسطه السهوله الصعوبه. لا لا يعني عادي متوسطه بالنسبه لي متوسطه كل واحد شايفه صعبه يا شباب. لا لا مش صعبه يا دكتور. طيب هي مليانه بس يا دكتور يعني فيها معلومات كتير برضه. احنا ما قلناش كل الكلام والله. انا كان ممكن اقولها في 3 دقايق على فكره واربع سلايدز وخلاص هي عناوين الانسبكشن بالبيشن، بس يعني الوصف اكني بحكي لك رحله انا رحتها عشان لما تروح تبقى عارف هتشوف ايه وتزور ايه وتعمل ايه. ايوه دي مهمه ان احنا نتعلم. يلا ربنا يوفقكم، خدوا بريك بقى قبل الدكتوره شيرين ما تبتدي معاكم. هو احنا هنبتدي امتى يا دكتور المفروض؟ اول ما الدكتوره شيرين تخلص مجلس الاسم، وده بيبقى طبعا حسب التسهيل يا فندم. حسب ايه تمام. شكرا لازم ما تلاقوها دخلت دكتور بعد اذنك. ويلكم اتفضلي. هو البرزنتيشن كفايه ان احنا نذاكر منها ولا المفروض برضو نفتح ريفرنس تاني ان لحضرتك كاتباه؟ لا لا بس انتي بصي على البرزنتيشن دي كويس قوي، واي كلمه فيها مش فاهماها ما عندكم الرقم بتاعي ابعتوا لي واتساب اللي انتوا عايزينه. هو ممكن حضرتك تبعت لنا البرزنتيشن؟ طبعا اكيد هنزلها على الجروب دلوقتي. تمام شكرا. كل البرزنتيشن بعد ما تاخدوها هننزلها لكم على الجروب ده عادي. تمام شكرا. شكرا. اي اسئله في اي وقت تحت امركم يا جماعه. اوكي ويلكم. السلام عليكم حبايبي. وعليكم السلام.